بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. السلام عليكم أخوتي أخواتي في كل مكان، هذا هو مجلس جديد من مجالس المودة في هذا الشهر الفضيل. كما تعودنا معا أن تكون أولى الفقرات من حديث الكتاب والعترة. إذا مع حديث الكتاب والعترة نتابع مع سماحة الشيخ الغزي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام الماضية في مجالسنا التي تصرمت وانقضت، كنت أتناول جانبا من آيات سورة براءة، أبين بعضا مما جاء في معانيها ومضامينها. اليوم أبدأ حديثي من آية في كتاب الله في سورة الحج، وهي الآية التاسعة والثلاثون من سورة الحج المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذه الآية التي بعدها، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الآيات هذه في سورة الحج، ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها كثيرا، إنما كانت بداية حديثي من الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية هي الإجازة والإذن والبيان العسكري الصادر من الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل على نبينا في مثل هذه الأيام. اليوم هو 17 من شهر رمضان المبارك. في مثل هذه الأيام في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأجواء نزل هذا البيان العسكري من الله سبحانه وتعالى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المسلمون حينما كان النبي في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بالصبر والثبات وبالتحمل وبالوقوف في وجه كل ما كان يجره عليهم عتاة قريش، كان البعض منهم يلحون على رسول الله صلى الله عليه وآله، لم لا نقاتل هؤلاء الذين يؤذوننا؟ والنبي صلى الله عليه وآله كان يصبرهم، يقول إن الوقت لم يحن بعد. ولكن حين نزل هذا الأمر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لو ذهبنا إلى سورة الأنفال
في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الآيات تتحدث عن موقف بعض أولئك الذين كانوا يطالبون رسول الله في مكة أن يأذن لهم بالقتال، أن يأمرهم بالقتال، أن يأمرهم بأن يشهروا سيوفهم في وجه من كان يؤذيهم، والنبي كان يصبرهم. لكن لما نزل الأمر بذلك، هؤلاء مجموعة منهم، أسماء لامعة معروفة منهم، ارتدوا عن هذه القضية وحاولوا أن يجدوا أعذارا كي لا يشتركوا فيما خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآية واضحة هنا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك من بيتك بالحق يعني من المدينة. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا يكرهون الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الآية التي بعدها، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، النبي أخبرهم قال إما أن تدركوا القافلة وتغنمون الغنائم، وإما أن تصطدموا بالجيش. المسلمون كانوا يرغبون الجهة الباردة، أن تتمكن أيديهم من القافلة فيغنمون القافلة ويعودون إلى بيوتهم، وهم ما كانوا يعلمون مدى الخطورة في ذلك، لأن قريشا حينئذ ستداهمهم إلى المدينة، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة يعني الطريق الذي يقودكم إلى القتال إلى الحرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، الله يريد شيء آخر، أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله يريد الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد الحرب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات كلها تتحدث في أجواء شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، حيث كانت وقعة بدر، الوقعة الفيصل التي سميت بيوم الفرقان، اليوم الذي فرق به بين النبي ومن كان مع النبي وبين أولئك الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم الفرقان هو فرقان التوحيد وفيصل التوحيد وبيان التوحيد، وكذلك هو فرقان الشرك وفيصل الشرك وبيان الشرك. وقع القول الفيصل، فهنا علم التوحيد وهنا علم الشرك. الأحداث التي كانت تدور في تلك الفترة قبل نزول البيان العسكري، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قبل نزول هذا البيان، وقبل نزول الأمر الإلهي للقتال وللجهاد، المسلمون كثر عددهم في المدينة، وقريش بدأت تضغط بقوة على مصالح المسلمين في مكة،
تضغط على عوائلهم، هدمت بيوتهم، صادرت أموالهم. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة كان البعض منهم يستطيع أن يتواصل مع عائلته، مع من بقي من أفراد أسرته، وكانت تصل إليهم بعض الأموال. لكن قريش ماذا فعلت؟ أولا قطعت التواصل المادي بين المهاجرين وبين عوائلهم، هذا أولا، وثانيا أفقرت عوائل المهاجرين التي بقيت في مكة. هذا مما زاد في مشاكل المسلمين ومما زاد في مشاكل المهاجرين. الوضع المادي أيضا الذي كان في المدينة لم يكن في حال أحسن من حال المهاجرين، يعني أحوال الأنصار أيضا ما كانت أحسن من أحوال المهاجرين. إذن نحن الآن في المدينة، مسجد النبي بني، النبي صلى الله عليه وآله استقر قراره في المدينة، عدد المسلمين كثر، الحالة المادية ضعيفة جدا، لا توجد أي إمكانات مادية تساعد النبي وتساعد المسلمين على تدبير أمورهم. ما عند المسلمين من أموال في مكة قضي عليها، صودرت، البيوت هدمت، الأموال سلبت، الديون التي كانت لبعض المهاجرين صدر القرار في مكة أن لا تقضى هذه الديون، العوائل حرمت من أدنى مستويات المعيشة في مكة. ضغط شديد على المسلمين، والظروف المحيطة بهم في المدينة ظروف صعبة، والفترة الزمانية أيضا طالت، النبي صلى الله عليه وآله قضى فترة طويلة 13 سنة في مكة، وبعد ذلك الآن السنة الثانية تكاد تنتهي. وصلت الظروف الاجتماعية السياسية إلى حالة لابد للنبي صلى الله عليه وآله أن يثبت حقيقة هذه الرسالة وأن يواجه المشركين مواجهة قطعية. لذلك بدأت الخطوات الأولى للنبي صلى الله عليه وآله أن يضرب البعد الاقتصادي لقريش. طريق قوافل مكة إلى الشام يمر عبر المدينة، قريب من المدينة. قريش كما تعلمون عندها قوافل تذهب إلى اليمن، قوافل تذهب إلى الشام، لكنهم كانوا يهتمون كثيرا بقوافلهم التي تذهب إلى الشام. القوافل التي كانت تذهب إلى الشام كانت أكثر ثراء، الذين يشتركون فيها الذين يملكون أموالا كثيرة، التجارة كانت عامرة في الشام، فكانت أهم قوافل قريش من أين تمر؟ تمر في الصحراء القريبة من المدينة. النبي صلى الله عليه وآله جزاء لما قامت به قريش من استئصال البعد المادي للمسلمين في مكة، أراد أن يسترجع أموال أصحابه، أموال المسلمين التي هدرت والتي صودرت. فكانت النظرة إلى القافلة القادمة من الشام، وكانت تلك القافلة محملة بأموال كثيرة. في كتب التاريخ يذكرون بأنها كانت فيها من الأموال ما يصل إلى 50,000 دينار. في ذلك الوقت هذا المبلغ من المبالغ المالية الهائلة جدا، يمكن أن يقال بأن هذه القافلة كانت من أكثر قوافل قريش ثراء ومالا بالقياس إلى القوافل التي كانت في السنوات التي قبلها. فجاء أبو سفيان من الشام وهو يرأس هذه القافلة، وكانت القافلة محملة بالبضائع التي اشتراها
القرشيون من الشام ومحملة بالأموال التي حصلوها من خلال بيعهم لتجارتهم التي أخذوها إلى الشام. القافلة غنية جدا، غنية بالأموال بدنانير الذهب وغنية بالبضائع أيضا. ووصلت الأخبار من الشام إلى قريش بأنكم قد ربحتم أرباحا هائلة، يعني هذه السفرة التجارية كانت موفقة جدا في بعدها التجاري، أموال وبضائع وأرباح، وكان القرشيون يتشوقون لرجوع القافلة ويحسبون لها أياما متى تأتي هذه القافلة بأموالها وببضائعها. المسلمون أيضا يتابعون الأخبار، هناك تواصل فيما بين المدينة وما بين مكة ولكن بطرق سرية. هناك من أهل مكة ممن يرسل الأخبار ويبعثها إلى المدينة إلى النبي يخبره بالأوضاع وبالأحوال، وهناك من عوائل المسلمين من يرسلون الأخبار إلى آبائهم إلى ذويهم الذين هاجروا إلى المدينة، فكانت الأخبار تصل، فعرف من كان في المدينة من المسلمين بأن القافلة القرشية القادمة من الشام محملة بالأموال الكثيرة وبالبضائع الكثيرة، والذين كانوا مع القافلة يحرسون القافلة كان عددهم قليلا يرأسهم أبو سفيان. فصار القرار أن يخرج المسلمون إلى هذه القافلة يغنمون غنائمها استردادا لأموالهم التي سلبت منهم طيلة السنوات التي جر فيها القرشيون العذاب على المسلمين. وفعلا خرج المسلمون وخرج معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، خرجوا باتجاه القافلة، لكن النبي نبأهم قال لهم نحن خارجون، قد نصيب القافلة وقد نصيب الجيش، لأن الأخبار أيضا وصلت، مثل ما هناك من يخبر المسلمين في المدينة ويحمل الأخبار من مكة إلى المدينة، أيضا كان المنافقون في المدينة يوصلون أخبار المدينة إلى مكة. فحينما جلس المسلمون يتحدثون وحينما اتخذ القرار بأن يخرج المسلمون إلى قافلة قريش، الأخبار وصلت بشكل سريع إلى مكة بأن محمدا وأصحابه يريدون مهاجمة هذه القافلة التي طالما انتظرها القرشيون وفيها كل أموالهم. فقامت قيامة قريش وبعثوا بالرسل إلى أبي سفيان، قالوا له بأن محمدا وأصحابه بين الفينة والأخرى فإنهم يهاجمون القافلة. لما وصل الخبر إلى أبي سفيان، أبو سفيان غير مسار القافلة، لذلك المسلمون لما ذهبوا إلى الطريق الذي تعتاد القوافل أن تسير فيه ما وجدوا أثرا لقافلة أبي سفيان، فإنه غير الطريق وذهب إلى طريق بعيد جدا، ولذلك القافلة بعد ذلك وصلت سالمة إلى قريش، المسلمون ما تمكنوا من القافلة. في نفس الوقت قريش أعدت العدة وخرجت بكل ما عندها من رجال ومن مال ومن سلاح ومن عتاد، توجهوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وآله أخبر أصحابه نحن إما أن ندرك القافلة فنغنم الأموال ونسترجع أموالنا المهدورة، وإما أن نلتقي بالجيش. الآية تشير إلى ذلك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمون كانوا يحبون أن يمسكوا بالقافلة، ولكن الله ماذا يريد والنبي ماذا يريد؟ يريد أن تقع المعركة حتى تكسر قريش وحتى تهان راية الشرك وترتفع راية الحق.
لأن الظرف وصل إلى هذا الحد، لابد من أن تعلو راية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الاجتماعية للمسلمين، الحالة النفسية، مستوى التبليغ وصل إلى حد، مستوى التربية وصل إلى حد. إذا لم تكن هناك معركة فإن المسلمين سيكونون في تراجع، وهذه حالة طبيعية، الحالة البشرية. المجتمعات لما تكون هناك رسالة من الرسالات، حتى لو كانت رسالة ليس سماوية، هذه الرسالة في تبليغها في انتشارها تصل إلى حد، حينما تصل إلى حد لابد أن تدخل في أفق من الأحداث القوية المغيرة. لذلك مثلا في تاريخ المعارضات السياسية، السياسة تعمل وتعمل الأحزاب السياسية، تصل إلى حد لابد من المواجهة العسكرية، لابد من الثورة. إذا لم يكن كذلك الأمور تتراجع وتنقلب الأمور إلى حالة سيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله رأى بأن الوقت قد حان لأن يتجاوز المسلمون هذه الحالة من الضعف، لابد من أن ترتفع راية الإسلام علنية واضحة صريحة في آفاق جزيرة العرب، وليس هناك من أمر يؤدي إلى ذلك إلا بمواجهة قريش. فجاءت الظروف بهذا الشكل، قريش هي خرجت والقافلة ابتعدت من أيديهم، والتقى الجمعان عند آبار بدر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. المسلمون أيضا لما خرجوا أرسلوا أشخاصا قبلهم يتفحصون الطريق. المسلمون خرجوا من المدينة، الخروج الأول كان باتجاه القافلة، لكنهم أيضا أرسلوا أشخاصا إلى جهات أخرى، لأنهم لم يكونوا متأكدين من أن القافلة ستكون في هذا الطريق، خصوصا لما وصلوا وما وجدوا، فبعثوا أشخاصا باتجاه بدر، لأنهم يتوقعون أن القافلة يمكن أن تأتي من هنا. وفعلا بعد ذلك الجيش وصل إلى هذه المنطقة، إلى منطقة بدر. فلما وصل بعض المسلمين إلى هذه المنطقة، إلى منطقة بدر، تفحصوا المنطقة ورجعوا ما وجدوا شيئا. أبو سفيان بعدهم بسويعات وصل إلى منطقة بدر، فكان هناك مجموعة من الرعاة، فسألهم هل مر أحد من هنا؟ قالوا جاء اثنان على نياقهم فمروا هنا، شربوا من الماء من ماء بدر، وبعد ذلك داروا في المنطقة ورجعوا. نزل أبو سفيان يتفحص في الأرض، نزل يتفحص في الأرض يبحث عن ماذا؟ قطعا لما جاء الجمال إلى هذه المنطقة ونزلوا شربوا الماء وداروا في المنطقة لابد أن تكون هناك آثار، وهو بعر الإبل، يبحث عن بعر الإبل في الأرض، فوجد بعضا من بعر الإبل فأخذه وفته في يده، لما فته في يده وجد فيه نوى التمر، قال إنهم من أهل يثرب، لأن يثرب فيها نخل كثير، وأهل يثرب عندهم تمور كثيرة، فيطعمون حيواناتهم من التمور الرديئة، التمور الفاسدة يعطونها للحيوانات، فهو يعلم بأن أهل يثرب يطعمون جمالهم نياقهم التمور، لذلك كان يبحث يريد أن يتأكد هل هؤلاء من يثرب، إذا كان من يثرب إذن هؤلاء جاءوا يتحسسون المنطقة. فلما عرف أن القوم قريبون لذلك غير المسار، ذهب إلى جهة بعيدة جدا. المشركون خرجوا من مكة، وصلوا إلى مياه بدر،
وتسلطوا على المياه. بعد ذلك جاء المسلمون وصاروا في الجهة المواجهة لهم، وكانت المياه تحت سلطة المشركين. الذي سقى المسلمين في واقعة بدر هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، هو حمل على جهة المشركين وجاء بالماء. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمطر السماء مطرا غزيرا، بحيث أنهم استطاعوا أن يصنعوا حياضا في الأرض، حفر، وجمعوا فيها ماء المطر. ولذلك الآية القرآنية في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء. هذا السماء أنزل عليهم لأي شيء؟ ليطهركم به، لأنه كان بعض المسلمين قد أجنب وما عندهم ماء. الماء كان تحت سلطة قريش، والماء الذي جاء به أمير المؤمنين هو للشرب. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فقد أجنبوا، فنزل المطر غزيرا بحيث اغتسلوا بماء المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان، يعني الجنابة والحالة النفسية المترتبة عليها، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويثبت به الأقدام الجهة التي كان المسلمون قد وقفوا فيها كانت جهة زلقة متحركة بسبب الرمال المتحركة تحت أرجلهم. لما نزل المطر تماسكت، فصارت الأرض تحت أقدامهم أرض متماسكة. لذلك الآية تقول: ويثبت به الأقدام، يعني هذا المطر النازل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان لإزالة الجنابة، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا المطر متى نزل؟ نزل بعدما الله سبحانه وتعالى أنزل النعاس على المسلمين، لأن المسلمين دخلهم الرعب، المسلمون دخلهم الخوف. أولا غاية ما كانوا يفكرون به أن يهجموا على قافلة فيها مجموعة من الرجال يحرسونها يصل عددهم دون 30، وقافلة مليئة بالأموال، وللأموال وهج خاص بها. فالمسلمون خرجوا من المدينة بهذه النية، خرجوا باتجاه، وعادة الإنسان حينما يريد أن ينال شيئا يحبه يصنع لنفسه الأماني، فكانوا يمنون أنفسهم بأنهم سيصلون إلى القافلة يأخذون الأموال ويرجعون سالمين غانمين. لكن القضية أصبحت بشكل آخر، القافلة ذهبت بعيدا عنهم، والآن هم في مواجهة قريش، الأرض تحت أقدامهم زلقة. هذا أولا. الشيء الثاني، ما عندهم ماء. الآن نأتي إلى قوتهم، المصيبة هي في السلاح، إضافة إلى تلكم الحالة، وهم بمواجهة قريش بتلكم العدة الكبيرة. سنأتي على تفاصيل عدة قريش. الله سبحانه وتعالى ماذا صنع لهم؟ أنزل عليهم النعاس كي يناموا، لأن الإنسان في حالة الخوف، في حالة الهم، لا يستطيع أن ينام. لكن لو نام وبعد ذلك حين يستيقظ ينزل عليه ماء المطر فينعشه، تتغير حالته النفسية، وهذا هو الذي تتحدث عنه السورة. ماذا تقول سورة الأنفال؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أنامكم حتى تنسون الخوف، لأنهم جاءوا متعبين وعطشا. الإنسان التعبان العطشان يصعب عليه أن ينام، إضافة إلى الخوف، والسيوف مشهورة أمامهم، وهم في حالة من الضعف الغريب العجيب. الآن أتي على بيان حالة الضعف التي كان عليها المسلمون، الضعف المادي.
في مثل هذه الحالة ليس لهم من حل إلا أن الله ينزل عليهم النوم، ولذلك الآية تقول إذ يغشيكم النعاس، لأي شيء أمنة من، حتى تستشعروا بالأمان، يذهب هذا الخوف، هذا التردد يذهب منكم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. المسلمون كانوا بأية حالة؟ المسلمون خرجوا من المدينة تقريبا حفاة نصف عراة، هكذا خرج المسلمون من المدينة. عددهم بحسب المشهور من الروايات 313، هذا العدد. لو يسأل سائل الآن ناس خارج للقتال، كم من الخيول عند المسلمين؟ على أكثر الروايات عندهم فرسان، على أكثر الروايات، هذه أكثر الروايات في كتب التاريخ تقول بأن المسلمين كانوا يملكون فرسين 313، وعلى أكثر الروايات، أكثر الروايات في العدد، وإلا يعني أكثر الروايات وأدق الروايات أنهم كانوا يملكون فرسا واحدا فقط، كان المقداد يملك فرس فقط في هذه المجموعة الكبيرة 313، فقط المقداد ابن الأسود كان يملك فرس، هذا الفارس الوحيد في جيش المسلمين. هناك روايات تقول إن الزبير بن العوام كان أيضا عنده فرس، لكن الشيء اللي يمكن يطمئن إليه أكثر أن كان عندهم فرس واحدة، 313 واحد عندهم فرس واحدة. كم عندهم من النياق؟ النياق كانت مبذولة عند الناس، أكثر الناس عندها نياق. في 313 كان عندهم 70 بعير، 70 ناقة، ما بين ناقة جمل، جمل وناقة، كان عندهم 70 بعير. الأكثرية كانوا يمشون على أقدامهم وهم حفاة، حفاة حفاة يمشون على الرمال من دون نعل، وكان البعض منهم يترادف على البعير، يعني يركب مسافة ثم ينزل يركب الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على جمل واحد، النبي نفسه وسيد الأوصياء ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يترادفون على بعير واحد، يعني مرة النبي يركب ثم ينزل ثم يركب أمير المؤمنين ثم يركب مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. وطبعا للعلم نوع هذه النياق من النوع الرديء، معروف أهل المدينة نياقهم رديئة. النياق كانت على أشكال وألوان، مراتب وموديلات، مثل ما الآن السيارات. كان عند العرب مثلا هناك نوق تسمى بالنوق العصافير، هذه النوق لا يملكها إلا الملوك، هذه غالية الثمن جدا، نوق حمراء لها مواصفات خاصة، هذه سريعة جدا، نوق العصافير كانوا يستعملونها حتى في زمن الأمويين، في زمن العباسيين، أسرع من الخيول، سريعة جدا، يستعملونها في مؤسسة البريد في البرد، يعني الخليفة لما يريد أن يرسل رسالة ومستعجلة فيركبون على هذه النوق مسافة، يصل إلى نقطة تسمى بالبريد، ينزل عن هذه الناقة يركب على ناقة ثانية حتى بسرعة يصلون، تسمى بالنوق الناجية، يا هذه نوق العصافير، النوق الحمر، النوق الناجية، سريعة جدا، غالية جدا هذه، وهذه كان القليل من العرب يملكون منها. وهناك النوق التي تسمى بالرواحل، الرواحل هذه يملكها أكثر الناس،
لكنها أيضا هي أفضل من نوق أهل المدينة. هذه الرواحل يستعملونها في السفر، القوافل كانت فيها النياق الرواحل، وكان عندهم هناك نياق تسمى بالرواقص، هذه فصيلة من النياق كان أهل الثراء منهم يحتفظون بها، يوقفونها فقط للخروج بها إلى منى. هذا هو معنى ما يرد في بعض كلمات الإمام السجاد: ورب الراقصات إلى منى. الراقصات هي النياق الرواقص، وإنما سميت بالنياق الرواقص يسمون المشي إلى منى بالرقص، فسميت هذه النياق بالرواقص. وهناك النياق الرواسم، وهناك وهناك، وهناك النياق النواضح. النواضح هي نياق أهل المدينة، نواضح يعني يستعملونها للنواعير، مثل ما الآن مثلا في بعض البلدان قد يستعملون مثلا الخيول، يستعملون الحصن. فأي نوع من الحصن يستعمل للنواعير؟ أردى أنواع الحصن، الحصان الرديء يستعمل في النواعير. فكان أهل المدينة يستعملون نياقهم نواضح لإدارة النواعير لسقي البساتين، تنضح الماء من الآبار تخرجه لأجل سقي النخيل، فتسمى نياقهم بالنواضح. لذلك معاوية في أيام خلافته حين جاء إلى المدينة فما استقبله أهل المدينة، ما خرجوا إلى خارج المدينة، فلما دخل إلى المسجد قال: لما لم تستقبلوني؟ قالوا: ما عندنا شيء نركب عليه، ما عندنا وسيلة. قال: فأين نواضحكم يا أهل المدينة؟ يستهزئ بهم، أين نواضحكم؟ يعني أين هذه النياق الرديئة الموجودة عندكم؟ كانت معيبة عند العرب. فقالوا له: قد ذبحناها وأكلناها حينما خرجنا لقتالك وقتال أبيك على الكفر، لما خرجنا في بدر ومعارك أخرى، حينما كنا نقاتلك ونقاتل أباك على الكفر، هناك ذبحناها، ذبحنا هذه النواضح. فمقصودي أن النياق التي كان عليها المسلمون نياق رديئة، 70 بعير، فرس واحدة. المصيبة هنا كم سيف عندهم؟ يعني على أكثر الروايات عندهم 12 سيف، وإلا يعني المعروف في الروايات التي تنقل الصورة الدقيقة كان عندهم 8 سيوف، يعني 313 عندهم 8 سيوف. تلاحظون القضية كيف؟ يعني أكثرهم خرجوا حفاة يمشون على أقدامهم من دون أحذية من المدينة. وأنت تصور الحافي أيضا ما يكون عنده ملابس كاملة، يمكن أن يكون قد خرج بالمئزر فقط، يعني بالوزرة، وعندهم فرس واحدة، 70 بعير و8 أسياف، وأيضا ما كان عندهم إلا 6 أو 8 دروع، يعني ما عندهم شيء، يعني هؤلاء ما خرجوا للقتال، 6 أو 8 دروع. البقية ما هو سلاحهم؟ الآن تسأل سؤال، إذا كان فقط 8 عندهم سيوف، البقية يعني انتفاضة الحجارة، يعني ما هو سلاحهم؟ بأي شيء يقاتلون؟ البقية سلاحهم هكذا كان، كان هناك عدة أنفار عندهم، قسي وسهام، أقواس، يعني كم قوس لا تتصورون عندهم، يعني أقواس كثيرة. كان عندهم أقواس ومصنوعة من جريد النخل، هذه الأقواس يعني ليس أقواس يعني احترافية، أقواس مصنوعة من جريد النخل. مجموعة منهم كان يملكون القسي والنبال، كم نفر، والبقية يعني مثلا هذا عنده خنجر، هذا عنده حديدة موجودة في البيت وخرج بها، ذاك عنده عصا، ومجموعة منهم كانوا أكثرهم يحملون الجريد، جريد النخل، وبعضهم حتى كان يحمل سعف. السعفة ماذا تصنع؟
كان مجموعة منهم يحملون سعف النخيل. السعف يمكن أن يستفاد منه للكنس، لكن ماذا يستفاد منه في المعركة؟ لكن ما كان عندهم شيء، لما خرجوا ما عنده شيء في البيت، عنده سعفة نخيل، أخذ السعفة وخرج بها. هكذا كان جيش المسلمين، ما عندهم شيء. ولذلك حين نقول إن الذي أدار المعركة علي فقط، لأن أصلا ما عندهم سلاح يقاتلون به، ما عندهم سيوف. فتصوروا يعني بهذه الحالة خرجوا، كانوا يتصورون أن يغنموا القافلة، ما وجدوا القافلة، وصلوا وإذا بقريش خرجت بكل خيلائها، بكل خيلها وخيلائها، وهم بهذه الحالة، والماء عند قريش، والأرض التي تحت أقدامهم زلقة، وسلاح ما عندهم، وهم حفاة، فأي حالة نفسية يعيشون. لذلك الله سبحانه وتعالى ما وجد سبيل إلا أن ينومهم، فنومهم. لهذا السبب نوموا، الله نومهم، وإلا لو لم ينومهم الله سبحانه وتعالى لا يعلم الإنسان ماذا سيجري على هؤلاء. لذلك الآية قالت أن الله نومهم وبعد ذلك أنزل عليهم المطر، فمن كان قد أجنب تطهر. ويبدو من الوصف أن الماء كان غزيرا، ومن حسب الروايات أنهم صنعوا حياض، لو كان قطرات ما كان يستطيعون أن يجمعوا ماء، فكان المطر غزيرا جدا بحيث الأرض تماسكت تحت أقدامهم، ومن غزارة الماء اغتسلوا وأحسوا بالارتياح النفسي. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يذهب عنكم رجز الشيطان يعني الحالة النفسية السيئة. أما قريش كيف خرجت؟ قريش خرجت بقوة تعدل قوة المسلمين 3 أضعاف، كانت قوتهم ما بين 900 إلى 1000، عدد الفرسان 400، عدد الفرسان عند النبي 1 فقط المقداد، عدد الفرسان الذين كانوا يغطسون بالحديد وبالدروع 400، والبقية جاء أكثرهم على النياق. كان معهم من النياق ليس فقط التي يركبونها، كان معهم أعداد هائلة من النياق، لأنهم كانوا يذبحون في كل يوم 9 إلى 10 نياق كي يأكلوا، والمسلمون ما كان عندهم، يعني الكثير منهم ما كان يملك نعال يلبسه. فكان يعني عدد النياق التي تذبح في كل يوم، كان في كل يوم 1 من كبار قريش، من أشراف قريش، من عتاة قريش، يذبح على حسابه ما بين 9 إلى 10 نياق لإطعام الجيش. فخرجوا بكامل العدة، يعني ما عندهم ناس مثلا يحملون سعف النخيل، أو يحمل مثلا قطعة حديد معه لا يعلم ما هي، قطعة حديد موجودة في البيت خرج بها، أو مثلا جاءوا يحملون جريد النخل، أو يحمل معه عصا، لا يملكون دروع المسلمون، الطرف المقابل يملكون الدروع، يملكون درقات للقتال، يملكون العدة العسكرية الكاملة، ويملكون الطعام والأموال، وفوق هذا خرجنا معهم نساؤهم يلبسن الملابس الشفافة الغلال للإغراء الجنسي، يضربن بالدفوف وعلى رأسهن هند أم معاوية لأجل إثارة الحماس، وحتى لأجل الإثارة الجنسية في نفوسهم. ماذا كانت تقول هند؟ نحن بنات طارق تغني، والنساء كنا يغنين معها، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. النمارق
يعني الوسائد التي توشى وتحلى بالديباج وبالحرير. يعني نحن بنات طارق نمشي على النمارق، ما تحت أقدامنا حرير وديباج، نحن بنات طارق نمشي على النمارق، المسك في المفارق، نحن عطرنا المفارق يعني مفرق الشعر، عطرنا شعورنا بالمسك، وهذه عادة تعطر المرأة بالمسك، تعطر مفارقها بالمسك ليلة الزفاف، يعني المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق، يعني إذا أقبلتم للمعارك والقتال نعانق، وإن تدبروا نفارق. وكانوا في كل ليلة يعقدون مجالس الطرب والرقص في هذه الحالة في طريقهم إلى أن وصلوا إلى بدر، باتوا ليلة أو ليلتين في الطريق، أكانوا يعقدون مجالس الرقص والطرب والفرح، والمسلمون هذا حالهم. ولذلك المسلمون البعض منهم ترددوا في مسألة القتال وأظهروا خوفهم. النبي صلى الله عليه وآله لما جمع المسلمين بعد أن فاتتهم القافلة وبعد أن جاءت قريش بخيلها وخيلائها، جمع المسلمين للمشورة. النبي هو كان يريد القتال، لأن الظرف لا يسمح إلا بالقتال، والله سبحانه وتعالى يريد القتال، هذه الآيات واضحة صريحة، لأن المسلمين وصلوا إلى حد إذا لم يرفعوا رايتهم بحق القضية ستنقلب عليهم. فجمع المسلمين، جمع الصحابة وبدأ يشاورهم، قال أشيروا علي، وأراد أن يخرج ما في نفوسهم. من الذي تكلم أولا كما في كتب الأخبار، وإن كان في كتب المخالفين يحاولون أن يضيعوا هذه القضية أو يضعفوها؟ أبو بكر قال يا رسول الله، هذه قريش جاءت بخيلها وخيلائها وهي ما ذلت منذ أن عزت، فنحن ليس لنا من قبل بها، لنعد إلى المدينة. هذا كان رأي أبي بكر. النبي قال له اجلس. عمر نفس الشيء، قام وتكلم بنفس الكلام، قال له اجلس. المقداد رضوان الله تعالى عليه هو الذي قال لرسول الله، قال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ولذلك الروايات ماذا تقول حين تعدد شيعة علي؟ تضع المقداد في أول القائمة، سلمان، المقداد، أبو ذر، هذه القائمة الذهبية التي عنونها رسول الله صلى الله عليه وآله. عنونها بأي شيء؟ عنونها بهذا العنوان، شيعة علي، يا علي أنت وشيعتك الفائزون في يوم القيامة، يا علي أنت وشيعتك خير البرية. هذه القائمة الذهبية، هذه الأسماء على رأسها من الأسماء الأول المقداد رضوان الله تعالى عليه. وحين بدأت المعركة في تلكم الأوضاع، المسلمون بتلكم الحالة والمشركون بتلكم الحالة، الآيات القرآنية تحدثنا، أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن كل التفاصيل التي جاءت في سورة الأنفال فذلك يطول بنا، لكن الله سبحانه وتعالى قلل عدد المسلمين في نظر قريش، يعني قريش كانوا ينظرون إلى المسلمين أقل من العدد، عددهم 313، القرشيون كانوا ينظرون أن العدد أقل من ذلك.
وهذا نوع من الحرب النفسية، لكن حرب نفسية معكوسة. عادة العدو حينما تريد أن تحاربه نفسيا أن تكثر له العدد، لكن هذه قضية ثانية، نوع من الخدعة العسكرية حتى لا يأبهوا بهم. وإن كان البعض منهم كان خائفا من هذه المجموعة، حينما خرجوا يبحثون عن كمائن وراءهم، ربما للمسلمين كمائن، يبحثون عن الكمائن فما وجدوا كمينا، فلما رجعوا قالوا ما الخبر؟ قال ما عندهم كمائن، فقط هؤلاء هم، وهؤلاء يتلمضون كما تتلمض الأفاعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتكلموا، لا ترفعوا أصواتكم، لأن قريش كانت تضرب بالدفوف والطبول، والشعراء والنساء تغني ويزعدون، يعني يربدون ويزبدون ويرعدون. النبي قال لهم اسكتوا. ومذكور هذا في رواياتنا، أن الذي يرعد ويزبد ويربد ويقول ما يقول، هذه علائم الخور والفشل. هذا نفس الشيء تكرر في واقعة الجمل، حينما كانت عائشة وطلحة والزبير يرعدون ويزبدون ويربدون، الأمير قال لأصحابه اسكتوا، هذه علائم الخور والفشل. فقالوا هؤلاء يتلمضون تلمض الأفاعي، وإنا نراهم يقاتلون، سنقتلهم ولكن سيقتلون منا بعددهم، يعني هؤلاء انتحاريون بهذا المعنى، لأن ما عندهم وسيلة أن يعطون وجوههم، حين نهاجمهم سيقاتلون، وما عندهم أسلحة سيقاتلون إلى حد الموت. فحينما يقاتل المقاتل بهذه الوضعية سيقتل، حتما سيقتل، على الأقل يقتل واحدا. لما بدأت المعركة، وهو الحدث الفيصل، لما حدث النقاش بين أبي جهل وبين عتبة والد هند، النبي صلى الله عليه وآله أرسل إليهم بعضا من أصحابه وقال لهم لإقامة الحجة عليهم، قال لهم يا قريش إن كنت أنا صادقا فأنتم أعلى بعينا بين العرب، وإن كنت كاذبا كفتكم ذؤبان العرب شري، فارجعوا إلى بلادكم ونحن نرجع إلى بلادنا. قالوا لقد خاف. عتبة باعتبار أن أحد أولاده كان مع النبي صلى الله عليه وآله، فعتبة قال لهم إنه يدعوكم إلى أمر حسن، أبو جهل كان يرفض. الشخص الذي كان أكثر عداء وعنادا للنبي هو أبو جهل على طول الخط، يعني رمز الشرك كان في مكة هو أبو جهل، العدو الأول للنبي كان أبو جهل. في كتب التاريخ يذكرون في الليلة التي أرادت قريش أن تقتل النبي، والنبي هاجر ونام علي صلوات الله عليه في فراشه، فلما دخلوا عليه فأرادوا أن يضربوه بأسيافهم، أبو جهل قال لهم لا، لا تضربوه هكذا، أوقظوه من النوم وليستيقظ وينتبه، ثم أضربوه بالسيوف حتى يشعر بألم السيوف. تلاحظون الحقد أين؟ أنت إنسان تريد أن تقتله وتخلص منه، وهؤلاء جاءوا يضربونه بسيوفهم، قال لا لا، أوقظوه ثم أضربوه بالسيوف حتى يشعر بألم السيوف. حتى لما قتل أبو جهل، قتل في بدر، ولما جاء عبد الله بن مسعود، أبو جهل كان يؤذي عبد الله بن مسعود في مكة، وعبد الله بن مسعود يعني كان من المجتمع المتواضع، من مجتمع العبيد، من المجتمع المتواضع، من مجتمع الفقراء، يعني من طبقة الأقنان وليس من طبقة الأشراف،
والنبلاء. فعبد الله بن مسعود هو الذي قطع رأسه، هو طلب من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود راح يبحث بين الجثث فوجد أبا جهل وقد دس نفسه بين جثث القتلى وكان فيه رمق، كان حيا. فأبو جهل سحب نفسه ودس نفسه ليس بين جثث الجرحى، بين جثث القتلى، فأخرجه من بين جثث القتلى ووضع رجله على صدر أبي جهل، قال يا رويعي الغنم، ما قال له يا راعي بالتصغير، يعني حتى راعي يراها كثيرة علي، قال يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني صعدت مكانا لا يليق بك، قال إني قاتلك، قال إذا كان هذا فإني أطلب منك ثلاثة أشياء، قال قل، قال أبلغ محمدا إني ما ندمت يوما على عداوته، إلى هذه اللحظة يعني، قال أبلغ محمدا إني ما ندمت يوما على عداوته. وطلب منه قال لا تذبحني بسيفك، ما كان عنده سيف، عنده حديدة مثلمة، قال لا تذبحني بهذه الحديدة المتثلمة، اذبحني بسيفي، وإذا قطعت رأسي فاقطعه من الصدر، يعني من نهاية الرقبة، يعني يريد أن يكون لرأسه حتى بعد القطع شيء منزله. قال أما ذبحك فيكون بهذه الحديدة، هذه الحديدة المتثلمة، وذبحه بها، وبقي مدة طويلة يقطع به لأن ما تمكن أن يقطعه، ليست حادة. قال وأما رأسك فإني سأقطعه من ذقنك، وقطع الرأس من الذقن، وكان رأسه كبيرا رأس أبي جهل. على أي حال، مقصودي أن أبا جهل إلى آخر لحظة وهو يقول أبلغ محمدا بأنني ما ندمت يوما على عداوته. الحدث الفيصل الذي أنهى المعركة لما حدث هذا النقاش بين أبي جهل وبين عتبة والد هند وجد معاوية، فقال لقد دعاكم إلى أمر حسن، فقال أبو جهل لقد جبنت يا عتبة خوفا على ولدك الذي كان مع محمد، على ولدك حذيفة، لقد جبنت يا عتبة وانتفخ سحرك، يعني انتفخت رئتك، السحر هو الرئة، وكان العرب يقولون هكذا أن الجبان إذا جبن ينتفخ سحره. فماذا قال له عتبة؟ قال له عتبة أنا الذي انتفخ سحري أم أنت يا مصفر أستا؟ وهو يشير إلى هذه القضية، إلى أن أبا جهل كان مأبون معروف بالأبنة، يعيره بهذا، قال من الذي انتفخ سحره أنا أم أنت يا مصفر أستا؟ وهذا مثل معروف، مصفر أستا هذه الكلمة صارت مضرب مثل، أخذت من كلمة عتبة، موجودة مذكورة في كتب الأمثال، لو أردت أن ترجع إلى مثلا إلى مجمع الأمثال الميداني تجد هذا في جملة الأمثال، وتجد قصة الأبنة الموجودة في أبي جهل. وأبو جهل بحسب الكثير من الكتب يقولون هكذا، وإن يعني أنا شخصيا لا أصدق بذلك، لكن موجود في كتب القوم بأن أبا جهل هو خاله لعمر بن الخطاب، خال عمر بن الخطاب، والخال بالنتيجة أحد الضجيعين كما يقال، أنا لا أصدق بهذا، لكن موجود هو في كتب القوم بأن أبا جهل هو خال الخليفة عمر بن الخطاب. على أي حال، نحن لسنا في هذا الباب. فلما قال له هذا الكلام هيجه لعتبة، فعتبة خرج إلى ساحة البراز، وأخرج معه أخاه شيبة، وأخرج معه ولده الوليد، فخرجوا إلى ساحة البراز، عتبة وهو والد هند، وشيبة وهو عمها،
والوليد وهو أخوها، ولذلك عداؤها لعلي من هنا نشأ. النبي صلى الله عليه وآله قال: من يبرز للقوم؟ فبرز 3 من الأنصار خرجوا، فلما توسطوا ساحة البراز، عتبة وشيبة والوليد سألوهم: من أنتم؟ انتسبوا لنا. فانتسبوا لهم، فقالوا: ما أنتم لنا بأكفاء، قولوا لمحمد إننا نريد الأكفاء من قومنا. فرجعوا أخبروا النبي بذلك. النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، يا حمزة، ويا عبيدة، قوموا، قوموا إلى حقكم الذي جعله الله لكم. برز 3 علي والحمزة وعبيدة، وعبيدة هو ابن الحارث، الحارث ابن عبد المطلب. الحمزة كان في مواجهة عتبة، والحارث كان في مواجهة شيبة، وعلي صلوات الله عليه كان في مواجهة الوليد. بعد أن انتسبوا: من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ انتسبوا في المعركة. الحمزة قال لعتبة: أنا الحمزة أسد الله وأسد رسوله. قال: وأنا أسد الحلفاء، ساخرا بالحمزة. تضاربت السيوف، أول ضربة طار فيها رأس الوليد بسيف علي صلوات الله عليه من الضربة الأولى، يعني ما طال الجلاد بين علي والوليد، أول ما اعتلى سيف علي طار رأس الوليد بن عتبة في اللحظة الأولى. الحمزة وعتبة بقيا يتضاربان، المسلمون صاحوا: يا علي، أما تنظر إلى عمك، إلى عمه الحمزة؟ فاقترب علي من الحمزة قال: يا عم طأطأ رأسك. وكان الحمزة طويل القامة، قامته أطول من علي. قال: يا عم طأطأ رأسك. فطأطأ رأسه حتى نزل إلى صدر عتبة، ما أن طأطأ رأسه طار رأس عتبة بسيف علي. وهنا يتأكد حقد هند وحقد بني أمية على سيد الأوصياء، رأس الوليد طار، وكذلك القسم الأعلى من رأس عتبة طار، نصف رأس عتبة، لما قال له: يا عم طأطأ رأسك، فالإمام ما قطع رأسه من الرقبة، لأن السيف ربما يمس رأس الحمزة، فقطع النصف الأعلى من رأس عتبة. بالنسبة لشيبة وعبيدة تضاربا، وعبيدة جرح شيبة، وشيبة أيضا جرح عبيدة. علي صلوات الله عليه أيضا تحرك باتجاه شيبة وقطع رأس شيبة، ثم حمل علي والحمزة عبيدة وأخذاه واستشهد في واقعة بدر، كان مرتثا بالجراحة، كانت جراحاته كثيرة، جراحة قوية التي جرح بها. هنا وقع الفيصل، انتهت المعركة، بدأ الهجوم. الآن المسلمون ملئوا حماسا، وفي هذه الأثناء نزلت الملائكة. الآيات هنا تتحدث عن نزول الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في آية أخرى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عندنا في الروايات أن الملائكة نزلوا بعمائمهم البيضاء، وفي بعض الروايات كانوا كلهم بصورة علي، في بعض الروايات هذا المعنى ورد عن الأئمة،
كانوا كلهم بصورة علي. لذلك يقال بأن الذين قتلوا قتلوا كلهم بسيف علي، والحقيقة أن قسما منهم قتلوا بسيوف الملائكة، الملائكة كانت متصورة بصورة علي. في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد يعدد 36 اسم من الذين قتلوا بسيف علي وهم فرسانهم، خيرة فرسانهم. وفي هذه المعركة أمير المؤمنين ضرب عمر بن عبد ود العامري وجرحه جراحة قاتلة كاد أن يموت. لذلك في واقعة الخندق لما برز علي لعمر بن عبد ود العامري عرف أنه مقتول، لذلك لما نزل عن الفرس عرقب الفرس، وهذه معروفة عند العرب، الفارس لا يعرقب الفرس إلا إذا كان متأكدا من أنه مقتول. لماذا عرقب الفرس؟ لو كان يعتقد بأنه هو فارس يليل وسيقتل عليا ما كان يعرقب الفرس، وإنما يقتل عليا ويأخذ رأسه ثم يركب على فرسه، وإنما عرقب الفرس لأنه كان متأكد من أن عليا قاتله قاتله، لأنه فر من بين يدي علي في واقعة بدر. كان عمر بن عبد ود العامري كان موجودا في واقعة بدر وجرحه علي وفر من بين يديه وبقي في جراحته وما خرج في أحد لأنه ما شفى من جراحته، ومدة زمنية طويلة بين بدر وبين أحد. ولذلك لما عبر الخندق وبرز إليه علي صلوات الله وسلامه عليه قال له: إني أعلم وكنت أعلم لا يتجرأ علي غيرك يا قضم، أنت فقط الذي تستطيع أن تتجرأ علي من بين كل هؤلاء، وإلا البقية فروا تركوا النبي لوحده في ساحة المعركة في واقعة الخندق. قالوا: بيوتنا عورة، وذهبوا يركضون إلى بيوتهم، والقرآن يقول هم يكذبون، بيوتهم ليست بعورة، ما هي بعورة. فكان أكثر القتلى في واقعة بدر بسيف علي صلوات الله وسلامه عليه. رواية هكذا تقول: قتلى بدر كان عددهم 70، نصفهم بيد علي بسيف علي والنصف الآخر بسيوف الملائكة، وهذا شيء طبيعي لأن المسلمين كان عندهم سعف، يعني كيف يذبحون؟ يذبحون الناس بالسعف، عنده سعفة وحافي كيف يقاتل؟ يعني تصور القضية. يعني هذه كتب التاريخ والسير هكذا تقول، يعني عنده عصا وهذا يأتي على فرس وغاطس في الحديد وعنده رمح وعنده سيف، فكيف يقاتله بعصا؟ قطعا سيجلس جانبا. القوة المدرعة التي تقدمت علي صلوات الله عليه، ولكن علي شخص واحد، لذلك احتاج إلى الملائكة فنزلت الملائكة، والملائكة حبا بعلي تصورت بصورة علي، فكانت المعركة هكذا. لذلك كانت هي الفيصل، والروايات التي تمدح البدريين تمدح عليا. البدريون من هم؟ نحن حينما نقرأ مثلا في زيارة أبي الفضل العباس: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. البدريون من هم؟ علي صلوات الله عليه. البدريون هنا في الزيارة. نحن ماذا نعتقد في منزلة العباس؟ الروايات عن أئمتنا بأن الأنبياء يغبطون العباس يوم القيامة، الأنبياء والشهداء يغبطون العباس على منزلته، العباس بن أمير المؤمنين. فحينما تخاطبه الزيارة: أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه البدريون، البدريون الذين قال لهم الله: إني قد غفرت لكم فافعلوا ما شئتم. هذا الكلام لعلي صلوات الله عليه، وإلا جئني بأسماء لامعة عند القوم، ما هو دورهم في بدر؟ أين هم؟ أين كانوا؟
في أي مكان كانوا، سوى أنهم صنعوا قصة. هذه القصة ماذا تقول؟ بأن المسلمين قد بنوا للنبي عريشا وربطوا عنده النجائب. هذا موجود في كتب السيرة، راجعوا كتب السيرة. بنوا للنبي عريشا وربطوا عنده النجائب حتى إذا كان النبي انهزم المسلمون يركب النجائب ويرجع إلى أصحابه للمدينة، ولم يكن معه في العريش إلا أبو بكر. هذا مكتوب في كتب السيرة. السؤال الأول، المسلمون ما عندهم أحذية، يعني المسلمون ما كانوا يملكون نعلان، يلبسون نعلان، والأرض خالية ما فيها نخيل، من أين جاءوا بالخشب والأعمدة وسعف النخيل وصنعوا عريشا؟ العريش كيف يصنع؟ العريش يحتاج إلى أخشاب، جذوع نخيل، يعني لابد عندهم مناشير وقطعوا النخيل، أو كانوا قد حملوا معهم جذوع النخيل وكميات كبيرة من السعف فصنعوا عريشا للنبي. ثم النجائب، تدرون ما معنى النجائب؟ نجائب يعني الخيول العربية الأصيلة، جمع نجيبة. هم المسلمون ما عندهم إلا فرس واحدة، من أين جاءوا بالنجائب وربطوها عند العريش؟ وهذا التاريخ موجود، المسلمون ما عندهم إلا فرس واحدة، وهذه الفرس ركب عليها المقداد، فمن أين جاءوا بهذه النجائب؟ ثم رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يفعل؟ يعني يوضع في عريش وينتظر أصحابه ينهزمون وبعد ذلك هو ينهزم إلى المدينة؟ هذا هو نبينا هكذا؟ اقرأوا كتب التاريخ بدقة، ليس في كتب الشيعة حتى في كتب القوم. أول مقاتل الروايات تقول أقربهم إلى المشركين كان محمد صلى الله عليه وآله، أول واحد، أول واحد، والمشركون فروا من بين يديه، كان أقرب واحد للمشركين محمد صلى الله عليه وآله وسيد الأوصياء. وكان ينادي مسلطا سيفه النبي صلى الله عليه وآله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان هذا شعاره في المعركة، كان النبي السيف بيده والجموع تنهزم من بين يديه وهو ينادي سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما كان هناك من عريش، لكن لأن القوم، لأن أبا بكر ما له أثر في المعركة، ليس له من وجود، هو حضر في المعركة لكن قطعا أين يقف؟ في الخطوط الخلفية. فماذا قالوا؟ صنعوا عريشا وجعلوا النبي جالس غرفة عمليات، يعني كان موجود في غرفة العمليات. في مثل هذه الواقعة هل يعقل أن النبي يترك المسلمين يحملون سعفا من النخيل وهو يجلس في عريش، عريش مصطنع لا وجود له؟ هذا هو التحريف في التاريخ والتحريف في الحقائق والوقائع. وأنا هنا لست بصدد الولوج والدخول في الجزئيات، لو أردنا أن ندخل في الجزئيات لكان هناك كلام كثير، لكن حين ندقق النظر في واقعة بدر نجد أن السيف الذي أدار هذه المعركة علي صلوات الله عليه، سواء يقبل بهذا الكلام من يقبل أو يرفض هذا الكلام من يرفض، لكن الذي يراجع النصوص يجد هذه الحقيقة واضحة. راجعوا طبقات، مثلا طبقات الكبرى لابن سعد، راجعوا تاريخ الواقدي، راجعوا تاريخ الطبري، راجعوا السيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، راجعوا هذه التفاصيل، لا لكتاب واحد، دققوا النظر في كل هذه المصادر، ستجدون ما قلته من الكلام هو مر الحق وهو عين الواقع. راجعوا هذه المصادر وستجدون هذه الحقائق، هذه المصادر وغيرها. السيف، سيف الحقيقة، سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الحديث عليكم، كان بودي أن أشير إلى تفاصيل أخرى ولكنني أكتفي بهذا القدر مما استطعت أن أشير إليه أو أن أبينه.
في هذا اليوم في ذكرى وقعة الفرقان، في ذكرى بدر علي صلوات الله وسلامه عليه، وهي بدر علي وهو فارسها سيد الأوصياء، في واقعة الخندق لما قال لأمير المؤمنين: يا علي، هذا فارس يليل. قال له: وأنا فارس بدر. فبدر هي بدر علي صلوات الله وسلامه عليه، والفرقان هو فرقان علي. نلقاكم إن شاء الله على مودة علي وآل علي، وأنقل الحديث إلى أخي أبو جاسم. حياكم الله سمعت. طيب الله أنفاسكم وأسمعكم. علي علي وعلي 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 علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي. إيه يا علي يا ابني وأمل دنيتي، هسه راح نعرفه يا علي. يا ابني وأمل دنيتي، وانت كفلت طلعتي، بيدك قدت ناقتي، من رحت من رحت من منزلي. علي علي يا علي، انت الذخر للشدد يا وليدي، وانت العمد قلبي عليك اعتمد، يا اللي عدليت محملي. علي علي يا علي، جينا وقطعنا الفلة، جينا وقطعنا الفلة، من يثرب الكربلة بوصافك الكاملة، هضم القلب ينجلي. علي علي يا علي، يل تشبه المصطفى بالمنطق وبالوفا، باسمك أظل هاتفة وصوتي إلك يعتلي. علي علي يا علي، لما رحت للحرب وياك أخذت القلب، فقدك فقدك يا الأكبر صعب، ودموعي دمت هلي. علي علي يا علي، ليك شبحت بالنظار، ليك شبحت بالنظار، ودعيت رب البشر احفظ علي من الخطر ومن الحرب، رد لي. علي علي يا علي، نجاك بار السماء، نجاك بار السماء من غمرة الملحمة، جيت وشكيت الظمى ونار العطش تسطلي. علي علي يا علي، وردود يا ابني رحت وعلى التراب منطحت، باسمك يا الأكبر صحيت، فقدك فجاع كل هلي. علي علي يا علي، اي بالحومة جسمك وقع، بالحومة جسمك وقع، ومن شفتك بالحومة جسمك وقع، وشفت الوريد انقطع، صوتي عليك ارتفع، ترضى بغرب أنولي. علي علي يا علي، يا علي يا وليدي ما تم صبور، عقبك رحيت لليسور، ما يسوى بعد العمر لمن يغيب الولي. علي علي يا علي، علي علي الأكبر، بعلي الأكبر تجسد وجهه بالقرآن، علي الأكبر تجسد وجهه بالقرآن، حمل هيبة محمد سيد الأكوان، حمل هيبة محمد سيد الأكوان، حمل هيبة محمد، هذا شبل حسين جد المرتضى، فارس بدر وحنين، صمصام حفظ منهاج هذا الدين، هاي انسابهم هم فخر عدنان. حمل هيبة محمد سيد الأكوان، نزل نزل والسيف بيميني تجاد احنار، نزل والسيف بيميني تجاد احنار، قوم عداه صاحوا رد علي الكرار، نزل والسيف بيميني تجاد احنار، قوم عداه صاحوا رد علي الكرار، لو هذا البطل تربية حامل جار، هدق لا عمية وزلزل الميدان. حمل هيبة محمد سيد الأكوان، زلزل هالكتايب من ركب مهرة، وعيون العساكر شابحت نظرة، وكل من قام بيده يحفر بقبره، وكل غارة ليشنها ترجف الفرسان. حمل هيبة محمد سيد الأكوان، رجفها وربط بيها لجام الموت، رجفها وربط بيها لجام الموت، خلى انفاسها بالحفرة، خلى انفاسها بالحسرة ترفع الصوت،
وبرمحها يخمد جسادها من تفوت بهامات الزلم قدم علي البرهان. حمل هيبة محمد سيد الاكوان والهامات الزلم يحصدها المجنة مرعوبة صفت مذهولة من فن يطر سيف الجماجم تسمع الرنة غدت مذهولة من صولاتها العدوان. لأن حمل هيبة محمد سيد الاكوان صال وجال صال وجان لن العطش فد شبده رد الحسين يطلب ماي من عنده أريد ضماي بيدك يا الأبو تخمده ورد ردود وانحرهم على التربان. حمل هيبة محمد سيد الأكوان. أحسنت. شاع وجه الأكبر نور يشبه محمد وكان علي منح تزم بالسيف والسيف برهانه موشاح باربع معاني برز للميدان الأكبر الحسين من وجنة محمد والعزم من جد حيدر ماخذ من الحسن جوده وبمعاني حسين تزهار ويحلاله بالجلاله بضي كماله ويتلاله ضي جماله نور من نور يتبادر نور من نور يتبادر اوصايف هذا النور رب البريه وضحن بنص الوحي وتأويله آيات قرآن رفع عن وجه الستار وعارضك القمر يسطى مكلل بنور الجلالة والجلالة بوجهة الماع غصن من روضة الجنة ومن هوى الجنة يتموع ويتمايد هيف وغيد رشا ومرد حسن يشهد من محمد نور مصباح يتشعشع نور مصباح يتشعشع وأسرار هذا النور حكمة وإرادة سبحان ربي اللي نشه النور من لطف سبحانه بدأ بنور ونار الأكبر والصفات الهاشمية للشاعر المرحوم كاظم منظور الكربلاء بدأ بنور ونار الأكبر والصفات الهاشمية للسماء نور يتجلى ونار سيف على الوطية لاح سرج الموت وطوى بساعد أزمام المنية زبد زمجار رعد حدار سفر شمار علم سفسار ويتطور بالفراس الحيدرية بالفراس الحيدرية زار بالعزم للكون على درع قلبه وعلى القلوب لابس درع منسوج بأسرار إيمانه شد على الميدان عزمه وغارة الميدان شنه انحدار محدار السحابة والزلازل من مزنها ولو طلق رمحه رجنها وصار ما يصفي رجنها الحوم زمها وشق حزمها وفل عزمها طش هلمها ومن ردمها من الحياة انقطع ظنها من الحياة انقطع ظنها
وميدان حدار صار آيات عبرة وحملات الأكبر مثلت آيات حدار وميدان سر بن عمران سر وآية الأكبر ظهرها وظنت الفرسان قلب الواسعة صار بظهرها جنود فرعون بكرامة آيته سجدت سحرها واذعنت له واركنت له وسلمت له واخضعت له واسجدت له حين وافاها خطرها حين وافاها خطرها وآية يد البيضاء آية يمينه والسيف يتلي آية الثعبان والرمح ثعبان يبسم بمبسم محمد من يشوف الكون عسعس علي ويا حي علي وزوده وبفراسة علي تفرس لو قضى وطر الفراسة تبختر وماس وتغطرس فخر غالب صقر جاذب بالمخالب عن شتايب فن حرايب يبني والكرار أسس يبني والكرار أسس حدار صناع للكون فلك الفراسة وبيمين الأكبر سلم الكرار ويدير سكانه تملك الميدان الأكبر لاح عرش الموت بالطاف ملك والتاج على راسه حلو طير السعد رفراف وقائد جنود المناية رمحة بالحومة والصاف من تخيل سيف منسل نار أشعل ما يتمثل بالسمندل والسمندل بيت والصاف يشعل ما يطفي النار شان السمندل والأكبر وجبل وغنيران وطف نيران يجول بالحومة ويجول وياه محبوبة وخليلة يجول بالحومة ويجول وياه محبوبة وخليلة عن يمينه قلب بيا وعن يساره قلب ليلة ساعة لن حسين يهجس صارت الطعنة بدليلة وليلة انصاب منها القلب وتفطر وشبد حسين حس بمنيتي الأكبر شلون صواب سهم النوايب أثر ما ينحمل سهم الولد لو طاح بالكبد نيشان يبني يبني يا زهرة وجودي يبني يا زهرة وجودي اللي كانت بآمالي تكبر ويا نسيم اللي يمر بيا ومن دلالي تعطر ويا لحن أوتار قلبي المن صميم القلب يفطر أفراقك أفراقك يغيب الروح وردت يا الأكبر أخبرك بهالمصاب انقطع نحري قبل لا ينقطع نحرك ما كنت أدري ما كنت أدري المناية بدمك الطاهر تعفر يا هلال اللي تخضب
يا هلال اللي تخضب بالدم وجسمي تقطع، ويا نمير يا نمير النشف موحة صار على الوجنات مدمع. ثبت ثبت ركن الصبر بيه وركن آمالي تضعضع. من شفت من شفت جسمك موذر حزت بقلبي المصيبة، وسهم فقدك فجع روحي وصرت برذ الطف غريبة. غريبة ليش ليش جثتك على الغبرة موسدة وبالدمى يما خضيبة. فرقتك فرقتك يا ريع تشبدي، فرقتك يا ريع تشبدي من هلي خمد عليلي. فرقتك يا ريع تشبدي من هلي يخمد غليلي، فوق نار العطش نار مصيبتك حرقت دليلي. فوق نار العطش نار مصيبتك حرقت دليلي، والهدم حيلك يا الأكبر قبل حيلك هدم حيل. اي والله قبل حيلك قبل حيلك هدم حالي. كربلة هدمت بيتي والنوايب صوبني، وبالهضام جمرات حزن بهالمصايب ذوبني ذوبني ذوبني. فرقتك تسهل علي فقد ابوك الاشد يا ابني. اشد اشد يا ابني لي مو هين مصابك يا شبيه النبل هاد ابد مو هين. اي والله مو هين مو هين ابد مصابك يا شبيه النبل هادي، لكن هون مصابك والدك بين الاعادي. صار مكور للعوالي وشابك عليه الهنادي، شابك عليه الهنادي. هذه الفقره انتهت. متوجة باسم شبيه رسول الله علي الأكبر عليه السلام. هذه انتقالة معا إلى ضيافة الشيخ إبراهيم المشاط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. والحديث ما زال في بياني أحكام الصوم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وكنا قد مضينا شوطا في بيان الأحكام وتحدثنا فرغنا من المفطرات والمنافيات للصوم التي يجب على الصائم أن يتنزه عنها وعن الإتيان بها. ثم ذكرنا في آخر حديث عن الكفارات فيما لو تعمد الصائم في بعض الأوقات أن يرتكب أحد المفطرات عمدا واختيارا، فقلنا أن هناك كفارة الإفطار العمدي وذكرنا حدودها، لكن أتصور أن هناك كان وقع سهوا مني فقلت أن كفارة الإفطار العمدي عن شهر رمضان هو مخير، إما بين عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع، التصور هنا كان صار السهو، إذا لم يستطع الحكم هو أن يكون أن يتصدق بما يتمكن من ذلك، وإذا لم يستطع أيضا هذا فيستغفر الله. هذا هو الصحيح. إذا كان غير شيء فهذا سهو مني وأنا أعتذر للأخوة المشاهدين. تتمة الكلام في أن هناك بعض المفطرات إذا ما ارتكبها الصائم فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، فنمر عليها بصورة سريعة ومختصرة. الأول فيما لا نام الجنب حتى يصبح، وهذا قد مر علينا لكن من باب التذكير، المقصود أنه استيقظ وعرف أنه على جناب مثلا فنام، هذا يسمى النوم الأولى، واستيقظ من النوم الأولى ثم نام ثانية ولم يستيقظ ثانية إلا بعد أن طلع عليه الفجر. في هذه الحالة قلنا إذا استيقظ في النومة الثانية مر علينا يجب عليها القضاء دون الكفارة.
كذلك فيما لو نوى قطع النية، لما تحدثنا عن وجوب النية نية الصيام، إذا قطعها نوى قطع النية فإن صومه يبطل عليه القضاء دون الكفارة. الأمر الثالث فيما لو نسي، كان يعلم أنه على جنابة ثم نسى أن يغتسل حتى أصبح الصباح ومر عليه يوم يومين، كذلك بعد ذلك تذكر أنه كان على جنابة وأنه لم يغتسل، هو غير مأثوم، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام التي نسي أن يغتسل فيها وبقي يصوم من دون أن يتنزه عن حدث الجنابة. رابعا هو من استعمل المفطر، يعني من أفطر أكل شرب بعد طلوع الفجر ومن دون أن يراعي، يعني كان في الليل مستمر في الطعام في أكل الطعام ولم يراعي أنه هل طلع الفجر أو لم يطلع منه، وبقي على هذه الحالة من دون أن يخبره أحد ومن دون أن يستعلم هو بنفسه، وبقي على طريق حالة الأكل أو الشرب وغير ذلك حتى طلع عليه الفجر، فإن عليه القضاء دون الكفارة. أما فيما لو أخبره أحد أنه الفجر قد طلع لكنه لم يعتني وأكل، هذا يكون يجب عليه القضاء مع الكفارة أيضا. لكن من باب الفائدة نقول لو كان هو فرضا، وإن كان هو ليس حديثنا الآن، نحن نريد أن نعدد الموارد التي عليه القضاء دون الكفارة، لكن من باب الفائدة تتم الكلام فيما لو كان هو بنفسه قد راعى هل أنه خرج الفجر أو لم يطلع الفجر، وتصور حسب المراعاة أنه الفجر لم يطلع فاستمر في الأكل، بعد ذلك تبين عليه أنه قد طلع الفجر، فهذا لا إشكال في صومه. الأمر الخامس هو بالعكس، مثلا أن يفطر يعني في النهار كان ممسك وتصور أن الليل قد دخل، يعني انتهى وقت الصيام فأكل حينئذ، فهذه أيضا يجب فيها القضاء دون الكفارة، لكن بشرط أن يكون قد اعتقد دخول الوقت. أما إذا كان شاكا هل أنه دخل الوقت، يعني دخل الليل أو لم يدخل الليل فأكل، هذا يعتبر متعمد للإفطار في شهر رمضان، لأن الواجب على الإنسان أن لما يكون صائم لا يفطر حتى يقطع بانتهاء الوقت، أما على شك، الشك هنا لا يعول عليه حينئذ، فيجب عليه أن يبقى حتى يتيقن بدخول وقت الليل، يعني انتهاء فترة الصيام، هذا هو الواجب. فإذا قصر يعني باقي على شكه وهو في حالة الشك مع ذلك جاء فأكل، هذا حكمه حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان. الأمر السادس من الأمور التي يجب فيها القضاء دون الكفارة هو لو مثلا كان الصائم يريد أن يتمضمض، أدخل الماء لأجل أن يتبرد، مثلا فمه قد يبس وجف أو من شدة الحرارة يريد أن يتبرد فأخذ الماء لكي يتمضمض، لكن من دون اختيار يسبقه الماء فيدخل إلى حلقه، يعني ما متعمد ولا ناسي ولا ساهي، هنا يبطل صومه ويجب عليه القضاء دون الكفارة. بل إذا كان قد وضع الماء ونسيه، المسألة سهو والنسي غير مسألة هو ملتفت ومختار، لكن كل ما فيه أذاك يسبقه الماء، لكن هنا إذا نسي أو سهوا شرب الماء بعد المضمضة هذا لا إشكال عليه وصومه صحيح يستمر. فهذه هي الأمور التي ذكرها فقهاؤنا، والسيد السيستاني ذكرها في رسالته. هناك مواضع أخرى يذكرها سماحة السيد صادق الشيرازي، فيقول مثلا لو تعمد التقيؤ فهنا يبطل صومه لكن فقط عليه القضاء دون كفارة. ثانيا الارتماس في الماء، إذا تتذكرون نحن مر علينا أن السيد السيستاني يقول رمس الرأس كله تحت الماء غير مفطر، لكن استحبابا أنه لا يفعل ذلك فإنه فيه كراهية شديدة. السيد الشيرازي يقول أنه مفطر على الأحوط وجوبا، لكن لو فعل ذلك عمدا فعليه القضاء دون الكفارة. ثالثا الاحتقان بالمائع يوجب القضاء دون الكفارة أيضا. إذن هذه هي الأمور التي تجب فيها
القضاء دون الكفارة إذا ما فعله الصائم متعمدا. هناك فصل آخر نتحدث فيه، هذه انتقالة في شرائط صحة الصوم. أول شيء أن يكون الصائم مسلم، يعني لا يصح من غير المسلم. فلو فرضا أنه كان كافر وأسلم في أثناء النهار في شهر رمضان، حكمه أنه يبيت النية، يعني ينوي ويبقى ممسكا حتى ينتهي النهار. إذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء هذا اليوم. الثاني هو العقل، فمن كان مجنونا أو ولو كان جنونا إدواريا، يعني يأتيه حالة جنون ويذهب منه، ليس دائما هو مجنون في حالة الجنون، يعني الجنون الإطباقي، فالمجنون سواء إدواريا أو غير إدواريا فإن الصوم غير واجب عليه، حتى لو جاءه حالة الجنون في أثناء النهار وكان قد كان صائما، فإن الصوم حينئذ يكون بالنسبة إليه باطل وليس عليه حتى قضاءه، هو غير مخاطب في قضية الصوم. كذلك لو فقد إحساسه وعيه، خلينا نقول بالإغماء، هذا إذا كان قد بيت النية الصوم لذلك اليوم من الليل ثم جاءته الإغماء في النهار، فإذا أفاق من إغماءته في نفس اليوم يستمر في صومه، والأحوط أن يعيد الصيام. أما إذا كان من البداية هو لم يبيت الصوم واستمر به الإغماء، فهذا أيضا لا إشكال عليه ولا قضاء يجب عليه، واجب عليه. من الشرائط أيضا حتى يقبل من الصائم صومه، بالنسبة للنساء أن تكون خالية من حدث الحيض والنفاس، فالنفساء والحائض لا يصح صومه حتى لو جاء في أثناء النهار، فإن ذلك اليوم صومها باطل ولا قضاء، عفوا وتقضيه بعد ذلك لا يصح منها الصوم. حتى قلنا في الليالي السابقة لو جاء هذا الحدث قبل الغروب ولو بلحظات فإن صوم ذاك اليوم يبطل وعليها القضاء. كذلك لا يصح من الجنب إذا أصبح جنبا وقد تعمد ذلك، فإنه أيضا لا يصح منه الصوم. هناك شرائط أخرى لعلنا نرجع الحديث الآن عنها، نكتفي بهذا المقدار، ولكن نشير إلى بعض الملاحظات. أنه بالنسبة للصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه هذا اليوم يجب عليه أن ينوي ويتم الإمساك، وإن كان هو ليس بواجب عليه أن يقضيه، لأن الصوم لا يقبل إلا من البالغ، فإنه غير مخاطب بذلك. لكن لو صام الصبي وهو ما زال غير بالغ فتطوعا، فإن صومه صحيح وإن كان هو غير مخاطب بالصوم. بهذا القدر أنا أكتفي في يومنا هذا بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية، وأجد نفسي تنازعني إلى أن أعود إلى حديثي يوم بدر، فإن قلبي واقعا قد رجف، وإن نفسي قد طربت لحديثي نصرة الله سبحانه وتعالى للنبي ولأمير المؤمنين ولمواقف أمير المؤمنين في مثل هذا اليوم. وواقعا أجد أن ليس هناك من وصف يناسب هذا الحال إلا أن أتذكر وأذكر إخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أمير المؤمنين، يقول له: يا علي، لا يحبك إلا ابن رشدة، ولا يبغضك إلا ابن زنا أو حرام. وحقيقة حديث أمير المؤمنين حديث شيق، تطرب النفوس وتهش إليها القلوب. ولذلك لا أقول وفاء لأمير المؤمن ولحقه، وما شأني وما مقداري حتى أوفي لأبسط شيء من حقوق أمير المؤمن، لكن أقول تزلفا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقول وأذكر هذه القصة التي هي إن شاء الله أتزلف بها إلى أمير
وسيدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القصة هكذا هي حادثة حدثت لما كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة في أيام سكنه وخلافته في الكوفة. نزل رجل من أهل الجبل، وكالذي هو معروف أنه الجبل إما المقصود منه جهة الشمال العراق أو بلد إيران، بلاد الجبل هو هذا باعتبار هذه سلسلة جبلية متصلة، فكان في ذاك الوقت يسمى هذه المناطق بلاد الجبل. فنزل رجل من أهل الجبل، كان نازل من تلك المناطق باتجاه الجنوب باتجاه الكوفة، ومعه عبده غلامه. الغلام فعل شيء، أخطأ شيء، فسيده هذا الرجل غضب عليه فضربه، فتمرد هذا الغلام على سيده وقال: أنت لماذا تضربني؟ أنت عبد لي. الرجل أجاب قال: بل أنت عبدي. قال: لا، أنت عبدي. وبقي على هذه الحال في حالة الشجار وصراخ معه الطريق كله، وسيده يتوعده قال: أنا أصبر عليك، سوف نأتي أمير المؤمنين فأخذك إليه وأتحاكم إليه في شأنك. وفعلا إلى أن وصل إلى الكوفة فقصد أمير المؤمنين ومعه هذا الغلام، قال: يا أمير المؤمنين، أحكم بيني وبين هذا الغلام، ما شأنك؟ قال: هذا عبدي، ضربته، غضبت عليه فضربته، فتمرد علي وهو يدعي بأني لست سيدا له ويقول: أنا سيدك. التفت إليه أمير المؤمنين إلى الغلام، قال: ماذا تقول؟ ما تقول أنت؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، بل هو عبدي، إن أبي أرسلني معه لكي يعلمني، يعلمني في الطريق في صنعاء أو شيء آخر لأمر ما، وهو الآن يدعي أنه هو سيدي حتى يأخذ أموالي، يحتال علي ويأخذ ما عندي ويستعبدني. وهذا حلف لأمير المؤمنين أنه صادق في كلامه، والعبد والغلام أيضا يحلف ويقسم بأنه بل هو السيد وذاك هو العبد، باعتبار اثنيناتهم غريبين، ليس هناك من بينة، فقط عندهم الحلف والقسم واليمين. فالمسألة محيرة، فأجابهم أمير المؤمنين عليه السلام: اذهبا هذه الليلة وباتا ولا تأتيان وأتياني وجيئاني صباحا ولا تجيئاني إلا بالحق. فذهبا وانصرف الناس وكلهم، وهذا هو الذي يؤذيني دائما لما أسمع هذا أو أقرأ هكذا، يشكون في الأمير فيقولون: لقد جاء على أمير المؤمنين أمر يصعب عليه أن يخرج منها، يعني ما عنده حل، حيبقى متحير. أصبح الصباح، وكان من عادة أمير المؤمنين أن يصلي الصبح، فإذا انفتل من صلاته يبقى جالس نفس الجلسة يعقب بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، وهو في حالة التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى. لما طلعت الشمس جاء هذان الرجلان السيد والعبد، والناس قد تجمعت لتنظر ماذا يفعل. طبعا في مسجد الكوفة الناس كانت مشغلة حتى في الصلاة، لكن المهم أنه لما جاء هذين الرجلين تجمع الناس لكي يروا ويسمعوا ماذا سوف يحدث. الأمير قبل أن يأتي هذين الرجلين أوعز إلى خادمه ووليه المخلص قنبر، والناس تعرف شأن قنبر وقربه من أمير المؤمنين، وأن الأمير كان دائما ينفذه في المسائل الخاصة والحرجة في بعض الأوقات، يعني المسائل التي لها حساسية ويحتاج إلى شخص موثوق، يعني يفعل ما يريد منه الأمير 100%. وكان يعرفون أن ما يوعز إلى قنبر بشيء أن المسألة جادة وفيها مسألة حساسية. كان قد أوعز لقنبر أن اذهب إلى الحائط، حائط في الكوفة، اثقب فيه ثقفين كبيرين على مقدار رأس الإنسان أن يدخل فيه، ثم جئني. فلما جاء هذان الرجلان قال: ماذا تقولا في كلامكما؟ السيد قال، الرجل قال نفس كلامي عاد، وأقسم لأمير أنه هو السيد وذاك هو العبد. والغلام قال مقسما، قال: لا والله يا أمير، بل هو العبد وأنا سيده، والأمر كما أخبرته. قال فأخذ
بيد الرجل، أخذ بيده وقال أدخل رأسك في هذا الحائط، في هذا الثقب. فأدخل الرجل السيد في رأسه في الثقب. أخذ بيد الغلام وقال أنت أدخل رأسك في هذا الثقب، فأدخل. فقال يا قنبر ائتني بسيف رسول الله واضرب بسرعة عنق العبد. طبعا الإنسان اللي هو يدري بروحه عبد ويعيش هاي الحالة النفسية، خصوصا إذا رأى المسألة جادة والأمير جاد وسيف رسول الله، هذه كلها مسائل نفسية لها أبعاد. فالحالة النفسية اللي كان يحاول يتقمص غير شيء الآن ظهرت على حقيقتها، فلا إراديا أخرج رأسه الغلام من ثقب الحائط خائفا. التفت إليه أمير المؤمنين قال أليست تزعم أنك السيد؟ ليش طلعت رأسك الآن؟ فأسقط ما في يد الغلام فاعترف، قال والله يا أمير المؤمنين صحيح أنا العبد وهو السيد، لكنه ضربني شتمني أذاني فأنا تأذيت، حاولت أنه أتخلص من أذى هذا. فقال لا تعد لذلك، وأخذ منه له الوثيقة، يعني وثق على سيده على الرجل ألا تؤذيه لا تضربه. بهذا القصة التي فيها ذكر لأمير المؤمنين، أحاول أن أتقرب إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وهذه مشاركة متواضعة من خادمكم، وأسألكم الدعاء ولا تنسوني في صالح دعائكم وأعمالكم إن شاء الله. وحديثنا مع أبي جاسم إن شاء الله مستمر. طيب الله أحسن الله إليكم بارك. إحنا قبل أن ننتقل إلى قناة الكشكول ملاحظة بس أحب أوضحها، بعض الأخوة سألوا على قضية موقع قناة المودة، يواجهون بعض المشاكل قضية التصفح في الموقع. أنا تواصلت حقيقة ويا الأخوة العاملين على الموقع ووضحوا هذه الكم نقطة، أنه أغلب الموجودين شبابنا أخوانا المؤمنين يستخدمون الانترنت إكسبلورا، والنصيحة الأخوة كانت أنه إذا الأفضل حتى تشوفون كل تفاصيل الموقع أنه تستخدمون الفايرفوكس، وهذا في شيء كلش متطور، ونصيحة هي طبعا حتى غير استخدام هذا الموقع. طبعا موقع القناة الرسمي ممكن الدخول إليه من عدة طرق. الطريقة الأولى اللي قالوا عنها أنه ممكن من خلال الشبكة العالمية شبكة جوجل بالاسمين، الاسم الرسمي موقع قناة المودة الفضائية، والموقع والاسم الثاني أنه الموقع الإلكتروني لقناة المودة الفضائية. هذا الأول. الباب الثاني يكون عن طريق الموقع اللي هو الصفحة الإنجليزية اللي www.al-mawadh.tv، هذا الاسم الرسمي اللي هو يخص الموقع. كم سكشن أكل الموقع اللي هو يبدأ بالصفحة الرئيسية، اللي يستخدمون الانترنت إكسبلورا ما أعتقد يشوفون هذه السكشنات الستة الموجودة، فنصيحتنا لهم أنه يستخدمون الفايرفوكس، وهذا في شيء كلش مميز. الصفحة الرئيسية اللي هي تصدرها التواقيت الرسمية لمدينة النجف وتوقيت غرينتش والأوقات الشرعية أوقات الصلاة للندن والنجف الأشرف أيضا، صفحة الأرشيف، صفحة المدرسة، صفحة خزانة البرامج، ومن نحن والاتصال بنا. طبعا هذه التفاصيل بعدين أكيد راح يصير إعلان عنها وتفاصيل أكثر وشرح عنها أكثر بالمستقبل القريب، بس أنا حبيت أنوه للي ما يقدرون يشوفون كل هذه السكشنات، إن شاء الله يكون التوضيح واضح ووصلت لكم إن شاء الله. خلونا ننتقل قناة الكشكول الفضائية والمجلس مستمر، راجعين. ظاهر الشغلة كلش مستعجلة. لدي رسالة مستعجلة إلى والي سمرقند. والي سمرقند؟ نعم. شبيه والي سمرقند؟ لقد سبق وأن دعاني إليه. نعم. ثم لما جئت إليكم. نعم. وبعدها سأمضي إلى ملكة إنجلترا، ثم سأذهب إليه، فإني أبشره أني قادم إليه، فإنه ينتظر على وجل، وأوصيه. على وجل ولا على عجل؟ أن يحضر لي بعض الدجيجات اللذيذة. أو سبق أن أكلت من دجاج سمرقند؟ سمرقند؟ لا بس لحظة بجال البث. شكرا للإخوان في استوديو البث، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين
في حلقة جديدة من برنامج علماشي، والذي مستمرين فيه باستضافة الأستاذ الكبير والرحالة الفاضل ابن دجوجة. ولو هاليوم دا أشوفه أعزائي المشاهدين كلش مجهول، إذا يصور الأخ المخرج دا يكتب رسالة من أول مطاب ليسه ملتهي بالمحبرة وبالرسالة وظهر الدجاج راعي يروح عليها. شنو خيارك؟ كنت أنتهي. نعم. كلمتين وأنتهي. زين. شنو على 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 شنو مخبوص؟ أكيد الشغلة بيها دجاج أكيد. ليس فقط دجاج. نعم. هذا والي سمرقند يلح عليه بالمجيء. نعم. وأنا أبشره. لئلا يدعو شخصا آخر. قلت لي بهاي الشغلة، شنو أزمة الدجاج الصايرة هناك بسمرقند على أساس وحاجز التكمية؟ هذا لقد ضربهم. منو؟ طاعون ضرب المواشي، لم يصل إلى الدجاج بعد ولكنهم قلقين عليه. نعم. فأنت دا تحجز لك فد قد العدد اللي راح تحجزه؟ 100-150. لا ليس الأمر كذلك. ولكنه يعلم أني أحبه الدجاجات اللذيذة، وأكيد أنه سوف يعني يجعل لي حصته. زين، بس شو وقت تكمل على مود؟ هذه الكلمة الأخيرة ويا الأخوان المشاهدين. هذه الكلمة الأخيرة. نعم تفضل. عذرا إليك وعذرا إلى المشاهدين الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أنني دائما على عجلة من عمري، رحالة بعد، وإن شاء الله انتهيت الآن. تفضل. ندخل هسه بموضوع، أنا أنسى الدجاج وأنسى سمرقند وأنسى الأزمة مال الدجاج، وخل نبدي يعني صفحة جديدة. أني بخدمتكم وخدمة المشاهدين الأكارم. شكرا جزيلا. وجميع من أحبنا وشاهدنا. تفضل. أهلا وسهلا. قرأت الكثير من الكتب والموسوعات العلمية، فأي الكتب مفضلة لديك من دجوجة؟ في الحقيقة إذا سألتني عن أفضل الكتب لدي شخصيا والتي أفرح بقراءتها وأستبشر، حقيقة أني أستبشر وأفرح عندما أقرأ بطولات ومعاجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي تطربني كثيرا، وإني أشعر أن بين طياتها علم وفير وكثير. فمن هذا من هذه العلوم مثلا معرفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي جزء أو قل إنها من أهم الحقائق التي قد كلف الله الإنسان بمعرفتها. فلا يقبل طاعة أمره بدون معرفة إمامه واتباعه، وإن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية كما تعلم. ومعرفة الإمام ليست هي معرفة بالاسم، وإنما معرفة الإمام معرفة مقاماته، معرفة كراماته، معرفة أحواله، معرفة الكثير مما هو من شؤون الإمامة. إذن يعني شوقتنا وشوقت الأعزاء المشاهدين أنه تخبرنا ولو بشكل سريع وعلى عجالة عن مواقف وبطولات ومعاجز أمير المؤمنين. إنه للمشاهدين الكرام إذا تحفظ فتشي عن معاجز وكرامات وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. لا يسعفنا الوقت إلا أن نتطرق ل يعني معجزة مختصرة أو موقفا. نعم. مختصر، وإلا ذاك له يعني مجاله وله وقته. نعم. إذا سألتني عن مثلا معجزة من معاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تحضرني الآن مثلا معجزة قد حصلت في الكوفة. روى هذه المعجزة العالم الفاضل والمجاهد المنافح عن الإسلام عمار بن ياسر صاحب المآثر.
يقول عمار كنت مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسجد الكوفة وكان على دكة القضاء، فإذا بزعقة كبيرة قد ملأت أركان المسجد، فقال لي أمير المؤمنين والقول لعمار علي بذي الفقار، فجاءه عمار بذي الفقار، فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم سوف أكشف لأهل الكوفة جميعا غمة يزداد بها المؤمن سرورا ويزداد بها المنافق نفاقا، ثم قال علي بمن في الباب، وأنا أنقل الرواية ليس بنصها وإنما بمعناها، وقال علي بمن في الباب. يقول عمار لما خرجت وجدت امرأة داخل قبة والقبة على جمل ويحوط بهذه المرأة 1000 رجل كلهم شاهرين السيوف، بعض لها وبعض عليها وقد على أصواتهم، فقال لهم عمار هلموا وتفضلوا يدعوكم سيدي وولاي أمير المؤمنين، فدخلوا جميعا، فقال لهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بأهل الشام تفضلوا. فقام رجل أشيب يرتدي حلة يمانية وعمامة سوية وهندامه جميل، فقام على يديه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا غياث المستغيثين، السلام عليك يا غالب كل غالب يا علي بن أبي طالب. فقال له أمير المؤمنين وعليك السلام، سأل حاجتك تلبى. قال له يا أمير المؤمنين إن هذه ابنتي وهي لم يقربها زوج، وهي الآن حامل وقد سودت وجهي بين عشيرتي وقومي، وأنا من أسرة معروفة بالمجد والعلا، وشأني يعني من أشياء من شؤون الأسياد، من كبار القوم ومن نعم. وجوه نعم. فقال أمير المؤمنين للفتاة هل ما قال أبوك صحيح؟ قالت أما قوله إني لم يمسسني رجل فنعم، ولكن اكشف ما بي من غمة يا أمير المؤمنين، فأنا كما ترى، وهي كانت حامل، فقالت ولا يكشف الكرب والهم سواك يا أمير المؤمنين، قصدناك فبيض وجهي واكشف كربتي يا كاشف الكرب. فقال أمير المؤمنين لعمار اذهب ونادي بالكوفة فليجتمع الجميع سوف أقضي ليروا قضاء أمير المؤمنين. يقول عمار فاجتمع الناس في المسجد فصارت الأقدام على القدم من شدة الزحام. فقال أمير المؤمنين أين من ادعى الإمامة علي؟ أين من يظن في نفسه أنه هو الإمام الحق؟ فأجابه أحد المنافقين قال أنت إمامنا واكشف هذه الغمة يا أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال له ألستم من عمال الشام؟ قال بلى. قال ولستم من قرية يقال لها أسعار على طريق بانياس الجولة؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال هل من يستطيع أن يأتيني بثلج؟ قال يا أمير المؤمنين الثلج عندنا كثير. فقال أمير المؤمنين ولكن بيننا وبينكم 250 فرسخ. ومد يده المباركة صلوات الله وسلامه عليه فإذا بالثلج أمامهم قطعة كبيرة من الثلج، فارتفعت الأصوات بالتكبير والصلاة. فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علي بداية الكوفة، وكانت امرأة يقال لها لبنى كانت هي التي تولد النساء، فأتت لبنى، قال لها أمير المؤمنين اجعلي حجابا وسترا بيننا وبينكم، وانظري إلى هذه المرأة هل هي بكر وحامل؟ فنظرت هذه الداية وقالت يا أمير المؤمنين نعم إنها بكر وحامل. فقال لها ضعي هذا الثلج تحتها وانتظري قليلا سوف ينزل من بطنها علقة كبيرة وزنها 55 درهم ودانقان. ففعلت هذه الداية هكذا وفعلا نزلت علقة كبيرة تزن 55 درهما ودانقان. فقالت الأمر كما قلت يا أمير المؤمنين.
وهذه العلقة. فقال أمير المؤمنين لهذا الرجل: اعلم أن ابنتك شريفة وطاهرة ولم يقربها رجل، ولكنها قد ذهبت إلى الموضع إلى بيت الخلاء يعني، فدخلت فيها هذه العلقة وكبرت في جسمها وهي من سن العاشرة إلى أن وصلت إلى هذا الحد، فخذ ابنتك طاهرة شريفة وقد بيض الله وجهك. فقال الرجل: أنت غياث المستغيثين، يعلم الله حيث يجعل رسالته، وصار يحمد الله ويشكره. ثم أهل الكوفة انتهزوا هذه الفرصة فقالوا: يا أمير المؤمنين، منذ سنين ولم تمطرنا السماء، فهلا أمطرتنا؟ فأشار سيدي ومولاي إلى السماء فتلبدت بالغيوم وأمطرت الكوفة مطرا غزيرا. إلى هنا انتهت هذه المعجزة. وأنا أقول: أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن ذكرتك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من الخصال، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال، فها أنا ذا قد خبرت بك البرايا، فأنت محك أبناء الحلال، فأنت محك أبناء الحلال. أحسنت أحسنت. مأثرة عظيمة وجميلة جدا، نشكرك عليها ابن دجوجة. الآن شنو قصة الراجدي وقصة شباك العباس عليه السلام؟ هذا كان أحد المشايخ. نعم. وكان يعني جاء وكان يعني مفلس. وقد مسته الحاجة جدا. مسه الضر. وكان طالب علم. فذهب إلى شباك العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما اقترب من الشباك قال للقائمين في المكان، القائمين بخدمة الصحن الشريف، قال لهم: إني قد مسني الضر ولا أملك درهما، وأنا طالب علم، وأبا الفضل العباس يعني هم أهل العلم وأهل الكرم، وأنا قد أتيت بخيط وجعلت في أسفله شيئا لاصق، وسأمده في الشباك وأخذ شيئا أعيش منه، شيئا بسيطا أسد رمقي. قالوا له: هذا العمل حرام لا يجوز. قال: يعني أنا وأبي الفضل لا شأن لكم. قالوا: حسبك. وذهبوا وأدخل هذا الخيط من الشباك، فرأى قد لسق بشيء من النقود، فأراد أن يسحبه، سحبه قليلا، ارتفع الخيط مع النقود ولكنه توقف فجأة، نظر لا شيء يعيق الخيط، ففهم أن أبا الفاض يعني أراد أن ينبهه، ينبهه على الصبر، ينبهه على حسن العاقبة، فانزعج هذا الشيخ. قال: يا أبا الفاض أنت متشرع، أعطني خيطي. ما أريد، أعطني خيطي. فسقطت النقود وخرج الخيط. وهي في الحقيقة هذه معجزة لهذا الرجل وكرامة. نعم. لأن هكذا أمور لا تحصل مع عامة الناس. بالضبط. فتعلم منها درسا أن الصبر وحسن وما عند الله خير ما أبقى. زين. نرجع هسه للأمثال والقصص، الأمثال اللي عودنا المشاهدين أنه يعني نسولف لهم قصص الأمثال، والأخوة المشاهدين حقيقة هواي منهم يعني متونسين بهاي القصص، ليعرفون قصص هاي الأمثال والعبر. أبو المثل يقول: جبنا زمال نركبه مو يركبنا. أيه. قصة هذا المثل لو تخبر بها الأخوة المشاهدين. يعني وإن كان ألفاظ هذا المثل فظة ولكنه يحكي عن قصة. نعم. احنا نجيب الموجود بالسوق وبالشارع، يعني الناس اللي يتداولوا بيناتهم، يعني لما نجيب مثل مو قصدنا انه بس هذا مثل موجود. أيه. يعني شئنا ام ابينا هذا مثل موجود. نعم. هو نص المثل هو يقول: ردنا زمال نركب عليه مو زمال يركبنا. هذا في زمن العصملي كان الرجل يصعد الى اعلى الجبل، يعني طريقهم الى قريتهم
يعني يصعد صعودا حتى يصلون إلى أعلى الجبل ثم ينحدر إلى قريتهم. وكان يصعد وتعب ويحمل بعض الأغراض، فاندعى قال إلهي ما أكو فدز مال الركبة مشينا بهذا الطريق. وظل يمشي يفد شوية، شاف ذولا الجندرمة أصمليين واقفين وعدهم أتان أنثى الحمار قد ولدت. فصاح لهذا الجندرمة قال له هاي تشيل انت ابن هاي الأتان ابن هاي الحمار تحط على ظهرك ومشي يعني يلا فوق. فنظر له هذا شايل سيف، سيف حاد وما عنده شيء، وإذا يرفض يقتله ذولا يعني أصم يعني هاي الفترة كانت مليئة بالظلم والاضطهاد ويقتلون الرجل لأتفه الأسباب. فحمل هذا الزمال الصغير على كتفه وقام يعاتب يقول له لا طلبنا زمان نركب عليه مو زمان نركبنا. زين لطيفة. هذا الشيء والشيء يذكر أتخطر أيضا يعني طريفة، كان أحد الناس وكان يعني فيه شيء من الحمق جالس ويتمنى على الله وكان جائع لا يفد مائدة لذيذة ما يغمض ويفتح عينه ما يلقى شيء، خففها قال إلهي مو مائدة يعني كبيرة كبيرة، إلهي سمكة غمض فتح ماكو شيء، إلهي مو سمكة دجاجة غمض ماكو شيء، نصف دجاجة ماكو شيء، قرصة خبز ماكو شيء. أكو واحد كان بجانبه يسمعه ويضحك عليه فقال زين إلهي فد راجدي، كان ذاك فرمه راجدي قال أنت من راجديات حاضر صدق إن هذا الراجدي جان الله. لطيف. أخبرنا عن شيئين مختلفين وشيئين جاريين وشيئين متباغضين، تعرف هاي لو ما تعرف؟ يعني أين يعني؟ في الـ في الـ في السنن يعني جاري إلى يوم القيامة يعني مختلفين، مختلفين ومتجاريين يعني جاريين وجاريين ومتباغضين ومتباغضين. أما الشيئين الجاريين نعم إلى يعني يعني في سنة الكون الشمس والقمر جارين منذ خلقهم الله وإلى ما شاء الله الشمس والقمر، الشمس والقمر. أما المتباغضين فالموت والحياة زين أيضا منذ خلقهم الله. وأما الثالثة ماذا قلت؟ مختلفين. المختلفين الليل والنهار، الليل والنهار، الليل والنهار. إلا شوية توقع بالامتحان بس عبرت. اليوم جايب لك فواكه. والله بارك الله فيك. تحب عنبك والله اتذوق فقط اتذوق. هاي معود هذا مو اصلي. جابي تكسر اسنانك اقعد لا تاكل. لا تكسر اسنانك يبا. تكسر اسنانك هاي. اخبار. كيف عملتموها؟ سووها الاخوة هنا بالاستوديو. قال له راح نقدمها لابن دجوجة. بالعافية. وانا منذ ان جلست واقول الان يقدم لي شيئا. لا ورا الفطور ورا فاكهة ورا الفطور نجيب لك ان شاء الله الاصلية. زين نرجع لأمير المؤمنين. حكمة الأمير المؤمنين اذا وهذه ليالي وايام مباركة وايام أمير المؤمنين وابنه الامام الحسن عليه السلام. من حكم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله إنه لم يعطيها إلى مؤمن. من هوان الدنيا على الله لم يعطيها إلى مؤمن. وأيضا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا ينال ما عند الله إلا بتركها. الله جميل. وهذه هم ذكرني بقول الإمام الباقر مولاي الإمام الباقر عليه السلام يقول بي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما أعطاها لكافر. يعني حتى جناح البعوضة هم تسوى. سبحان الله. ونحن نتقاتل عليها. وأكو أعتقد حديث قدسي أيضا أعزاء المشاهدين يقول الله سبحانه وتعالى لولا خوفي على عبدي المؤمن
لجعلت عتبة الكافر من ذهب. فعلى حكايتك ابن دجوجة ان احنا نتقاتل يعني نظلم احدنا الاخر في سبيل هذه الامور يعني المادية اللي ما لها اي قيمة. بمناسبة ذكرك للدنيا، نعم، انا لم اجد في حياتي عبارة اجمل واشمل وتعطي صورة دقيقة عن الدنيا مثل جملة قالها سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يقول: ألا حر، الله، ألا حر يدع هذه اللماضة. ويصف الدنيا لماضة، واللماضة هو ما يتبقى في أسفل يعني أسفل الكوز أو أسفل الشيء الذي يشرب. لا عفوا، اللماضة ابن دجوجة يعني الظاهر يمكن شوية نسيتها، اللماضة هو بقايا الطعام اللي تبقى بالأسنان، وهذه أيضا تسمى لماضة. لماضة، وهذه أيضا تسمى لماضة. فهي هذه اللماضة الشيء اللي نعم هو الطعام اللي يتعفن يبقى بالسن. أحسنت، بقايا الطعام سواء بقايا كانت الطعام في الإناء، في الإناء سواء في الفم، في الفم، ولكن التي في الفم أبلغ على اعتبار انه في لماضة الفم في داخل ريحتها يعني تتغير ريحتها كريهة. نعم نعم، هي هاي الحياة وهاي الدنيا. بس ما عموما، وكان إبراهيم أمة قانتا لله عليه السلام، سلام الله عليه. تحفظ شيء عن قصة أي قصة أي يعني عبرة أي يعني حكمة أي صورة ولو خاطفة عن نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ولو بشكل سريع وخاطف؟ عن النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نعم، نأخذ لقطة سريعة، نعم، وصورة يعني سريعة. إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كان آزر عمه يعمل كاهنا عند النمرود، يتكهن. آزر يعني مو أبو إبراهيم؟ لا، عمه. عمه، نعم، عمه الذي رباه. نعم، أبو إبراهيم توفي. فكان هذا آزر يعمل عند النمرود كاهن، فقال للنمرود: إني أرى في علم التنجيم أنه سيولد ولد ويغير دين هذه المملكة. نعم. قال: أولد؟ قال: لا، لم يولد بعد. قال: إذا نذبح جميع الذكور الذين يولدون. وفعلا كانوا يذبحون جميع الذكور الذين يولدون. وكانت أم إبراهيم حامل، ولكن آزر عمه لا يعلم، لأن الحمل ما كان مبين، وهي في بدايات الحمل وخرج هذا القانون فسكتت. إلى أن قاربت الشهور الأخيرة فقالت لآزر: أني مريضة. وكان في سنتهم ذاك الوقت المريضة تعتزل حتى تشفى، فاعتزلت، يعني كان آزر زوجها في ذلك الوقت، فاعتزلت آزر، أو لربما بقي عمه، ربما ليس زوجها ولكن في البيت يعني معهم، فاعتزلت. نعم، لم يكن زوجها، لم يكن زوجها لأنها حامل. بالضبط. فاعتزلتهم وولدت إبراهيم، وكان يعني بقدرة الله يرضع من إبهامه، وولدته في كهف، وغطت فتحة الكهف وذهبت، وصارت تأتيه بين الحين والحين وبين الفينة والفينة، وكانت تراه يكبر في اليوم ما يكبر غيره شهر. لطيف. يعني إلى أن كبر، وبقيت على هذه الحالة حتى بلغ 16 من العمر. فقال لها: يا أمه، إلى متى أبقى هنا؟ أريد أن أذهب معك. قال: سيقتلك النمرود. قال: هو يعني لا بد أن أخرج. فقالت: اصبر علي، وذهبت. وهو كان ينظر من هذا الكهف، فرأى الزهرة، قال: هذا ربي. فلما رأى أفلت، قال: هذا ليس ربي. ثم رأى القمر، قال: هذا أكبر. لا أحب الآفلين. أي، قال: هذا ربي. ثم رأى أيضا أفل، قال: ليس هذا ربي. ثم رأى الشمس، فقال: هذا ربي. ثم قد أراه الله ملكوت السماوات والأرض، فرأى ما في السماوات وما في الأرض. فعلم
وإن كان يعلم، هذه يعني قصص تعليمية لنا تجري على لسان الأنبياء. نعم، هي القصة المعروفة بالقرآن الكريم. أي فقال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك أخذته أمه إلى الدار، فلما رآها آزر قال ماذا صنعت؟ إن لنا قدرا ومنزلة عند النمرود، سوف يقتلنا. قالت إن سألك فقل له زوجتي تجيبك، أو أم إبراهيم يعني أم الولد تجيبك. وبقي عندهم في البيت، ولكن هذا آزر قد ملأ الله قلبه حبا لإبراهيم، فكان يعني يحبه ويرعاه. وكان آزر يصنع الأصنام في داره ويعطيها لأولاده يبيعوها، فصار يعطي لإبراهيم أيضا أصنام يأخذها ليبيعها، ولكن إبراهيم كان يأخذها سحلا لا يحملها باحترام، يأخذها سحلا في الأرض. فشكى الناس لآزر، قالوا هذا يعني ينتقص من آلهتنا، فأخذه آزر وحبسه. ثم بعد ذلك حصل عيد لهم، فذهب النمرود والحاشية وحاشية الدولة والناس إلى ذلك العيد، وكان لهم بيت للأصنام كبير يعبدون الأصنام فيه. فجعلوا إبراهيم آزر قال له أبقى حارس مع هذه الأصنام، لكن إبراهيم عمل طعام وقربه من الأصنام صنم صنم، يقول له كل وأجبني، الما يأكل يكسر إيده ورجله، وهكذا على كل الأصنام. ثم علق الفأس على الصنم الكبير، فلما رجع النمرود وشاهد ما شاهد قال من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا له إن فتى يذكرهم اسمه إبراهيم، عرفوه، بعث عليه وعلى آزر، قال لقد خنتني يا آزر، كيف ربيت هذا الولد ونحن نذبح الذكور؟ قال الجواب عند أمه فاسألها، قال علي بها، جاءوا بالأم، قال لها ما لماذا فعلت ما فعلت؟ قالت أنا حفاظا على رعيتك ومن أجل دولتك فعلت ما فعلت. قال وكيف ذلك؟ قالت أنا قلت إن كان هذا هو الولد أدفعه لك تفعل به ما تشاء فينجو باقي الناس وتعود الذرية، وإن لم يكن هو فهذا ولدي قد احتفظت به. قال لها والآن؟ قالت هو لك فعل به ما تشاء. قال حسنا اجعلوا له نارا عظيمة، فرماه بالنار. وهذه القصة المعروفة، واجعلوا لي برج أشرف على هذه القصة المعروفة الموجودة بالقرآن الكريم. قد عجلت عليه. لا نعرف هذه القصة ابن دجوجة، احنا مريد نثقل على الأخوة المشاهدين، لأنه أكو أسئلة يعني حقيقة كثيرة متعلقة بهذا. أنا ما يعجبني بهذه القصة ولذلك ذكرتها موضوعين. موضوعين سوف أذهب لهم مباشر. الموضوع الأول هو عندما يعني أرادوا أن يلقوه في النار جاءهم الشيطان وقال اعملوا المنجنيق، فلما أرادوا أن يرموه انظر إلى إيمان إبراهيم، الملائكة ضجت إلى الله إن هذا خليلك سوف يعني يحرق يرمى في النار، ولكنه متى اندعى في لحظة أن رموه، فطلب من الله واندعى بسورة التوحيد، قال اللهم يا واحد يا أحد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجني من هذه النار. فجاءه جبرائيل، أنا هذه الصورة الأولى التي أقصدها، جاءه جبرائيل قال إليك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذه الأولى، وهو في هذه اللحظة. فانظر إيمان إبراهيم هذه اللحظة. ولكن بعد أن أنجاه الله وأبعدوه من بلدهم فأخذ معه يعني حلاله وزوجته وذهب، هذه اللقطة الثانية غيرة إبراهيم. فمر بملك ملك قبطي يعني بأرضه، فجاء هذا العشر الذي يأخذ العشر على الحلال والأغنام، فأخذ من إبراهيم عشر ما يملك، وبقي قبة على شكل التابوت قد فعلها عملها لزوجته سارة، وكانت يعني مغلقة، فقال هذا العشر ما هذا الموجود في هذا؟ قال له إبراهيم تريد أن تحسبه ذهب؟ احسبه ذهب وأعطيك عشره. تريد أن تحسبه فضة؟ ماذا تريد؟ ولا أفتحه. انظر غيرة إبراهيم. فهذا قال لا بد أن أرى ما هذا الشيء. وصار يلح. بعد ذلك يعني معه الشرطة والحرس فتحوا فوجدوها سارة
قال من تكون؟ قال زوجتي وقريبتي. قال لابد أن أذهب وأخبر الملك لأنها كانت مليحة. فذهب وأخبر الملك. الملك قال اتوني بالتابوت، جاءوه بهذا الصندوق. إبراهيم قال لا يذهب هذا الصندوق إلا وأنا معه. ذهب معها. فلما نظر إليها هذا الملك القبطي وشاهد حسنها أراد أن يمد يده عليها. هذه غيرة إبراهيم. إبراهيم دعا الله على الفور، أغمض عينيه ودعا الله، قال اللهم امسك، فيبست يداه هذا الملك. قال يا إبراهيم ارجعها ولا نفعل، ارجع ادعو الله. فدعا الله رجعت. ثم بعد هنيئة أيضا أراد أن يفعل نفس الأول، مد يده أيضا دعا عليه إبراهيم يبست، قال يا إبراهيم ادعو لي الله أن يرجع. قال إن كنت صادق سوف أدعو، ولكن إن رجعت وأنت رجعت فلا تطلب مني مرة ثالثة. قال حسن. فاندعى الله ورجعت يده. ولكن هذا الملك قد يعني أكرمهم وأحبهم ويعني وكاد أن يؤمن بإبراهيم. وربما آمن، الكتب تقول كاد الروايات، ربما آمن. فهذه أنا عجبتني في القصة غيرة إبراهيم ودرجة إيمانه. نعم طولت كلش، كان عندنا هواي من الأسئلة والمباحث وال عموما احنا هسه راح نعطيك راس الخيط مثل ما يقولون، راس الشليلة، وتحضر لنا ايش عندك معلومات على الحلقة الجاية يعني باكر. اما ابراهيم يعني لما تجي لا عوفك من سيدنا ابراهيم عليه السلام، حضر لنا ايش عندك معلومات عن يعني نبي او ملك او يعني شو تريد تقول، قول ذي القرنين. وموسى تجاوبني باكر لأنه سطولنا على الأخوة المشاهدين وراح ننهي الحلقة. نتكلم بعد يا رجل. لا لا تكلمنا تكلمنا وهاي هي، لأنه وقتنا خلص حقيقة، والأخوان باستوديو البث يعني طالبون أنه رجوع إليهم. فلنبقى دقيقتين. لا ننهي وباشر تعال باشر باشر ما بقى شيء الباشر، إن الباشر الله كريم. أعزائي المشاهدين هذه عودة إلى استوديو البث والإخوان في جلستهم المباركة، فعودة إلى هناك ومع السلامة. نسألكم الدعاء وفي أمان الله. واليوم يعني الحلقة أكلها علي، شكلت أكلتنا وشربتنا شكلت. إذا ما تكلم يا رجل ما تكلمت وصل لك ساعة. شكرا سيدنا على هذه الابتسامة الجميلة اللي صنعتوها لنا وللمشاهدين. فقرتكم انتهت وشفناها ونبقى نشوفها إن شاء الله. والفقرة الأخرى هي من نصيب التاريخ وصفحات التاريخ، السيد مؤيد الحسيني. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام أخي محمد. تفضل. أحبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو مالك الأشتر. مالك هو ابن الحارث النخعي، ونخ هي بطن من قبيلة مذحج، وأصل هذه القبيلة هي من اليمن. المؤرخين يقولون أنه انولد 20 سنة قبل البعثة، وقسم من عندهم يقولون أنه عمره تقريبا مساوي إلى عمر أمير المؤمنين علي عليه السلام. هو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسمع الحديث من عنده، لكن هو ما بقى فترة طويلة بالمدينة. وبعد وفاة النبي هو اشترك في معركة اليرموك، ويقولون بهذه المعركة انشترت عينه فسموه مالك الأشتر. ويقولون اللي ضربه هو اسمه أبو مسيكة، هذا دعوه للإسلام فقال المالك
قال له أنه المسلمين يريدون يحرمون علي شرب الخمر وأنا ما أقدر أشرب، ما أقدر أترك شرب الخمر. فمالك قال له إما أن تترك الخمر وتدخل إلى الإسلام وإما أدعوك إلى المبارزة. فأتبارز هو ومالك، فضرب مالك وشتر عينه، ومالك رد له الضربة، الضربة على رأسه وقتله. بعد ذلك اشترك في معركة القادسية ضد الجيش الفارسي وانتصروا بالمعركة، وتقريبا قضوا على الاحتلال الفارسي للعراق أو الحضارة أو الإمبراطورية تقدر تقول الموجودة كانت بالعراق. فبعد ذلك استوطنوا في الكوفة، والكوفة بالأساس هي كانت شبه معسكر للجيوش الإسلامية، وما كانت مدينة، وشيئا فشيئا بنوا بيوت بالكوفة، وبعدين بنوا أسواق، وأصبحت بعد ذلك أصبحت مدينة. فأساس الكوفة يعني خليط من قوميات، تقدر تقول من عشائر مختلفة مو من عشيرة واحدة. وطبعا بالأساس هي ما كانت مثل اليوم يعني عاصمة للتشيع، إنما كانت مثل ما قلت لقبائل مختلفة وأهوائهم مختلفة. وحتى في زمن أمير المؤمنين علي عليه السلام ما كانت الكوفة تعتبر يعني كلها أجمعها كل ناس شيعة وتابعين الأمير المؤمنين، وبدليل أنه أمير المؤمنين بيوم شافهم يصلون بمسجد الكوفة صلاة التراويح مع العمر قال لهم هاي بدعة وما يصير يصلونها. فالناس صاحوا واسنة عمراء، فيتضح لنا أنه أغلب أهل الكوفة كانوا عمريين الهوى. فاستوطن بالكوفة، والكوفة كان عليها الوالي الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان، هاي في زمن عثمان الخلافة عثمان. وتعرفون أنتم مدة خلافة عثمان من سنة 23 إلى سنة 35. الوليد هذا ابن عقبة هو أخو عثمان بن عفان لأمه، هذا كان معروف في زمن النبي يسمونه الفاسق. وتعرفون أنتم يعني بني أمية لازم يجيبون فد واحد فاسق ويحطونه على الناس، لأن هاي الناس المؤمنين ما يصيرون يخلونها على ولاية الناس، على ولاة الكوفة أو غير ولاة. فيجيبون الناس اللي تشرب الخمر، الناس الفاسقة الماجنة، فيجيبونها ويخلونها على الناس وتتحكم في رقاب الناس وأعراض الناس وأموال الناس. فهذا الوليد كان يشرب خمر ويسكر ويطلع للصلاة، هسه لو بس يشرب وما يطلع هم للصلاة هم أحسن. ففد يوم من الأيام مثل ما نقول بالعراقي كان مطوخ شارب هواية، وذهب إلى الصلاة وبنص الصلاة قام يزوع بالمحراب، فأخذوا الخاتم مالته ورموه بالأحجار وانهزم وطاب إلى القصر مالته. أخذوا الخاتم مالته وراحوا اشتكوا عند عثمان بن عفان أخوه، قالوا له هذا سكران وبالصلاة وشهدوا عليه وهذا الخاتم مالته وشهود موجودة ما قبل شهادتهم وجلد الشهود ورداهم. أمير المؤمنين علي عليه السلام هو الذي أقام الحد على هذا الفاسق الوليد بن عقبة. فبعد ما اشتكت الناس من هذا الفاسق قالوا له غير الوليد بن عقبة، ففعلا بدل الوليد ودالهم سعيد بن العاص. هذا سعيد بن العاص وداه على الكوفة
وبدأ نفس الشيء يأخذ الأموال مال الناس ويفعل المنكرات. وأمير المؤمنين عليه السلام يوصفهم خوش وصف البني أمية، يقول عنهم يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. يعني شلون واحد ما شايف ويوقع بفلوس بأكيل، شلون ما تيجي تقول سمي. فاستلموا الأموال وراد من عده. واحد من الأمور اللي أحب أذكرها أنه عبد الله بن مسعود هو كان الخازن مال بيت المال بالكوفة، فراد من عده 100,000 درهم يستقرضه، فأعطى للوالي 100,000 درهم باعتبار أنه بعد أيام يرجحن إليه. فبعدين طالبه قال له رجع لي الأموال، هاي مو أموالك، هاي أموال المسلمين. فقال له أنت ما من حقك أنه تحكي وياي وتسألني. فمشادة كلامية صارت بين عبد الله بن مسعود وبين الوالي، فكتب إلى عثمان وقال له هذا يطالبني بالأموال. عثمان بن عفان هم ما قصر، كتب كتاب قال له إنما أنت خازن لنا، يعني أنت مجرد حارس تحرس في بيت المال، ما من حقك تتكلم مع الوالي مال الكوفة. فجاب المفاتيح وسلمهن إليه، قال له أنا كنت أتوقع أنني أنا حارس على أموال المسلمين، أما إذا كنت أنا حارس على أموالكم فلا حاجة لي بها. شال المفاتيح والطاهن إلى الوالي مال المدينة. أهل الكوفة قال له العبد الله بن مسعود ومن ضمنهم مالك الأشتر، قال له لا أبقى في الكوفة ولا تطلع من عتها، ولا يستطيع لا عثمان ولا غير عثمان أن يخرجوك من الكوفة. فبعد ذلك تركهم عبد الله بن مسعود، قال لهم لا أنا أرجع للمدينة وأمتثل إلى الأوامر، ورجع إلى المدينة وشيعوه ووصل إلى المدينة. بعد ذلك طبعا أكو مشادات صارت ما بين عبد الله بن مسعود وما بين عثمان بن عفان، فعثمان رفس عبد الله وكسر أضلاعه، وبسبب هذه توفى رضوان الله تعالى عليه. فسعيد بن العاص بدأ يأخذ بالأموال ويصرفها في ملذاته إلى ولإخوانه وجواريه وزوجاته. فمالك الأشتر يعني رجل لا تأخذه في الله لومة لائم، فقال له أنت على يا أساس تصرف هذه الأموال؟ هذه الأموال ما من حقك أنت تصرفها. فقال له انظر إلى هذا السواد فإنه بستان لقريش، هذا السواد هو بستان لقريش. فقال له أتجعل ما أفاءه الله علينا وهو من أسيافنا بستانا لقريش؟ يعني هو هذه الأرض، أرض العراق، هي انفتحت بأسيافنا، فكيف تكون لكم أنتم قريش؟ فبعد صارت مشادة كلامية بينه وبينه، فكتب إلى عثمان بن عفان أنه انفي مالك الأشتر والمجموعة اللي وياه، انفيهم من الكوفة لأنه راح يفسدون عليك الكوفة. فعلا يجي الكتاب ينفيهم إلى الشام، فينفون مجموعة من المؤمنين إلى معاوية ابن أبي سفيان، فيطبون على معاوية، فمعاوية يبدأ يوبخهم ويوجه لهم كلام قاسي، ويبدأ هو يفتخر بنفسه يقولهم إنه أنتم لولا قريش، يعني لولانا باعتبار، أنتم كنتم مشركون عاصون. يبدأ يوبخهم بهذا الكلام. فصعصع ابن صوحان العبدي يرده بكلام، قال له أنت وأبوك أبو سفيان كنتوا بزمن خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم كنتم من أشد المعاندين إليه، وقريش ممن
قاتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم عدد مو كبير قريش، أنتم لستم أكبر العرب، العرب بها قبائل كبيرة، وأنتم ما نصرتوا النبي، فعلى أساس أنت جاي تفتخر بهذا الشيء؟ فيقول له، يقول له: إنما كان أبي هو أسخى الناس وأكثرهم حلما في الجاهلية وفي الإسلام، ولو إنه، ولو إن أبا سفيان أبي أولد الناس جميعا لأولدهم كلهم كرماء وحلماء. فصعصع ابن صوحان يقول له: لقد كذبت يا معاوية، لأن لو كان هذا الشيء صحيح كان الله سبحانه وتعالى هو خلق آدم وهو اصطفاه وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فخرجت من ذريته الصالح والطالح، الزين والشين، فعلى أساس أنت أبوك راح يطلع الناس كلهم كرماء وحلماء؟ فهذا الشيء أنت كذبت به. فبعد مشادة كلامية يصعدون عليه مالك الأشتر ومجموعة، يجرونه من شعره ومن لحيته ويجلدون به الأرض، وتتدخل أمور بعد ذلك، ينفيهم إلى حمص. يروح مالك الأشتر وهاي المجموعة، كميل ابن زياد وصعصع ابن صوحان وزيد ابن صوحان ومجموعة ثلة من المؤمنين، ابن حمق الخزاعي، مجموعة من المؤمنين، يودوهم إلى حمص. حمص كان المسؤول عنها والوالي مالتها هو عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. فيوبخ مالك الأشتر والمجموعة وياه ويهددهم بالقتل. وبعد كذلك مشادة كلامية، طبعا هؤلاء مثل ما أقول إنهم ما تأخذهم بالله لومة لائم، كانوا شجعان، وهذا كان مالك الأشتر هو تلميذ أمير المؤمنين، فما يهمه إنه يهددونه بالقتل أو يهددونه بال يعني بعدوه أو يهجروه، ما تهمه هذه الأمور. فيبقى فترة يوجه لهم الإهانات حتى يقال إنه هو كان يركب الخيل ويدعهم يمشون في مدينة حمص، يعني ما يخليهم، ما سمح لهم أنه حتى يركبون الخيول. فبعد أن عجز عنهم ما قدر أنه يخليهم تحت إمرته، فيكتب إلى عثمان أنه هذولا ما أقدر أنا عليهم، فما أعرف أسوي لهم. فيقول له: سيرهم إلى أهلهم إلى الكوفة. فيرجعون إلى الكوفة. من يرجع إلى الكوفة؟ يرجع يحج مالك الأشتر ويمر بالربذة. وأنتم سمعتوا ذاك اليوم قصة الصحابي أبو ذر الغفاري وشلون نفاه عثمان بن عفان إلى الربذة، وهي أرض ما بها كل أحد، لا زرع ولا ناس. فيتوفى هناك، ويجي مالك الأشتر ومجموعة من أصحابه ويتولون دفن أبا ذر الغفاري في تلك المنطقة. ومالك يسل سيفه ويمسح على القبر، على قبر أبا ذر بالسيف، وكأنه يريد يقول له أنه آني ما أبنك بكلمات، إنما سوف أقوم وأخذ بثأرك ممن ظلمك. ويأخذ بنته، بنت أبا ذر، يأخذها، وهي تطلب من عنده أن يوديها إلى بيت أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فيوصل إلى المدينة ويلتقي بعثمان بن عفان ويقول له أنه سعيد بن العاص أنه يأخذ بيت المال وما جاء يحكم بالرعية بالعدالة، والظلم وصل حده وإحنا ما ممكن راح نسكت عنه. فما يشوف إلا أنه سعيد يدخل إلى مجلس عثمان بن عفان ويشوف قباله، فتصير محادثة بينه وبين عثمان، ويصير الحكي وجها لوجه، وعثمان يقول له: أنا ما أعزل سعيد بن العاص من الكوفة. فمالك الأشتر يرجع إلى المدينة، فيقول للأصحاب، يقول لهم: هو إحنا نشتكي العثمان
وسعيد ما يدري بالقصة وهو مأذينه، فكيف هسه صارت القضية بوجهه؟ فهذا الله أعلم مش راح يسوي ما يسوي بأهل الكوفة. فيرجع مسرعا إلى الكوفة ويخطب بالناس قبل ما يوصل سعيد بن العاص، ويقولهم إذا أنتم تريدون أن تتخلصون من الظلم اللي وقع عليكم من سعيد بن العاص فأعينوني على مود نمنع سعيد بن العاص من القدوم إلى الكوفة. وفعلا يقومون وياه 10,000 مقاتل ويسيطرون على الكوفة ويعلنون تمردهم على عثمان. سعيد لما سمع بالقضية خاف وانهزم من الكوفة وما دخل إليه. بعد ذلك عثمان بن عفان يكتب كتاب إلى مالك الأشتر إنه أطلب شو تريد أنت، فمالك يقول له اعزل سعيد وعين من شئت على الكوفة. فما وجد غير اختيار، فيودي أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة، فيقبل به مالك الأشتر ويعينونه والي على الكوفة. بعد ذلك يروح إلى المدينة، لأن عثمان بن عفان مثل ما قلت تسبب في قتل عبد الله بن مسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك تسبب في قتل أبا ذر الغفاري ومروان بن الحكم، يعني تصرف في الدولة بشكل عجيب غريب، إنه أي شيء يريد يسوي مروان بن الحكم كان يسوي، والظلم وصل حده حتى أن المصريين والكوفيين نقموا على عمال عثمان بن عفان فأعلنوا تمردهم. فبعد ذلك مالك الأشتر يجتمع مع زعماء المعارضة، وعثمان بن عفان يودي على مالك الأشتر ويقول له أنتم شو تريدون من عندي؟ فقال له احنا نريد من عندك شغلتين وإلا فالثالثة. قال له شنو هي الشغلتين؟ قال له أولا إما أن تعزل نفسك وتطلع بالتي هي أحسن، وإما أن تقتص من نفسك، وإما تقتل. فإحنا قلنا البارحة قال هو هذا الثوب الله لبسني، أنا ما أقدر أنزع هذا الثوب. فبعد ذلك هجموا عليه ودخلوا، مروان ابن الحكم انهزم، هذا بالهزيمة كالغزال، واللي داير مدايرة هذول على قولتنا اللقامة كلها انهزمت. بقى عثمان لزموه قتلوه، وهم مجموعة اللي دخلوا عليه وقتلوه وشالوا جثة وذبوها 3 أيام ما حد دفنه، وبعد ذلك دفنوه في مقبرة اليهود. وبعدين من استشهد أمير المؤمنين وصلح الإمام الحسن أجا معاوية وضم هذه المقبرة إلى البقيع وسووها على أساس أنه دفن بالبقيع، وإلا هو مكان دفن عثمان بن عفان هي في مقبرة اليهود، ودفنوه ويا اليهود وبقى 3 أيام مثل ما أقول ما حد إلا شغل بيه وما حد دفنه. فهنا بعد ما انقتل عثمان الناس تقسمت، المصريين رادوا الخلافة إلى أمير المؤمنين وقسم من الكوفيين، وأهل البصرة رادوا طلحة، وقسم من الكوفيين رادوا الزبير. فاجتمعت الكلمة مع المهاجرين الأوائل والأنصار، اجتمعوا على بيعة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ففعلا أخذوا البيعة، لكن أكو جماعة ما بايعوا أمير المؤمنين، من ضمنهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ما قبل يبايع أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأراد مالك الأشتر أن يقتله، فمنع أمير المؤمنين من قتل عبد الله بن عمر. سبحان الله، هذا بعد مدة بزمن عبد الملك بن مروان يروح يدخل على الحجاج نص الليل يقول له أنا سامع حديث من النبي يقول
من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فأني أريد أبايعك على مود تكون البيعة يعني لعبد الملك بن مروان. يقول الحجاج مد له رجله، قال له أمسح على رجلي، أنا ما عندي وقت. يقول كانت يمه جواري، وأكو رواية ثانية يقول لا، قال له أمسح على رجل الجارية، يعني على رجل هاي العاهر يمسح هذا عبد الله بن عمر، لكن على أيد أمير المؤمنين ما يمسح. فأمير المؤمنين قال له جيب لك كفيل وأنا أتركك، إنه جيب لك كفيل إنه أنت مثير الشغف في المدينة. فيفتر عبد الله بن عمر ما يلقى أحد، فأمير المؤمنين يقولهم دعوه فأنا كفيله. ومن ضمنهم الذين ما بايعوا أمير المؤمنين سعد بن الوقاص بن أبي وقاص، هذا كذلك منه ما بايع أمير المؤمنين. وتمت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبعد مدة قصيرة جدا تعلن عائشة تمردها على أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتشن حرب وتجيش الجيوش ضد علي عليه السلام، وتسير بهذا الجيش إلى البصرة. وأمير المؤمنين يبعث عبد الله ابن عباس إلى الكوفة على مود يهيئ الناس ويهيئ جيش لقتال عائشة وطلحة والزبير، لكن أبو موسى الأشعري كان يخذل الناس وقالهم لزموا بيوتكم ولا حد يطلع، وهاي فتنة وشلكم بيها وشلكم بهالمعمعة وليش ندخل نفسنا بهاي الشغلة، وهذا طلحة همينة مسلم وعائشة أم المؤمنين، وبدأ يخذل الناس. فعبد الله بن عباس ما قدر يسوي شيء أمام أهل الكوفة، أمير المؤمنين. فانتدب مالك الأشتر وقال له مالك اذهب أنت إلى الكوفة. مالك ما عدى يوم مرحميني مثل ما نقول بالعراقي، راح لأهل الكوفة، أجا طب على القصر واستحل لك القصر وطرد لك العبيد والحرس وأخذ القصر مال القصر الإمارة اللي موجود بالكوفة. ولزم أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري ظل يتوسل بمالك الأشتر وقال له امهلني بس ليلة واحدة وأنا أترك الكوفة وأطلع. وبعد ذلك فعلا أبو موسى الأشعري ينهزم ليلة ظلمة من مالك الأشتر، ويستحوذ مالك على الكوفة ويهيئ 18 ألف مقاتل لقتال الناكثين من أهل البصرة. الحقيقة الكلام طويل جدا، وإن شاء الله أنا عدكم إن شاء الله نكمل الحديث عن حياة مالك الأشتر وعن حرب الجمل، ونستمر إن شاء الله في حياة مالك، ربما نحتاج إلى حلقة أو حلقتين، وأكتفي بهذا القدر وأنتقل بالحديث إلى أخي أبو جاسم. طيب الله أنفاسكم. يقولون ضرار الحسين ما حد يذكرهم، أهل بيته، الناس اللي وياه بكربلة، ويعتبون بعض الأخوة. اليوم العتب اللي إجانا ليش ما تذكرون ليلى سلام الله عليها؟ فإحنا نفرح قلب ليلى وقلب الحسين وقلب شيعتها ومحبيها. فسيدنا نبدي هالشكل نقول يا من يجيب المضطر رد لي بسلام الأكبر، يا من يجيب المضطر رد لي بسلام الأكبر، لحسين أبو اليم اعتنت ليه لو تصد على الحومة وتصيح الأكبر ما رجع، يا الوالي شنها علومه، جاوبني يا ابن المصطفى مشتاق اشوف رسومه، قلبي نفذ من الصبر لجلو غرق بهمومه، وللحومه صد بلشي ويرد بس لا يرد المطبر، رد لي بسلام الاكبر جاوبها ابو اليمة بحزن، يا ليلة الله العالم خايف علي يم الولد، حين البرز للغانم للباري أدعي وأشتكي، بل كان يرد للسالم ويلوح بعيون النصر وبنصرة يرجع غانم، أدعي إلي بهالمعضلة بجاه الصميدة حيدر، رد لي بسلام الأكبر دعواها ليلة وبالدمع، دعواها ليلة وبالدمع شهقت الرب الكونين، وقسمت عليها بكربلة وبغربة الوالي حسين، يا رب رد ابني إلي بي أردك أحل العينين،
سالم يرد لي ظنوتي ولا ياخذ من البين بحق دمعتي. رد لهفتي قلبه على ابن محير. رد لي بسلام الأكبر رد مبتشر لما علي منصر عغانم الأشرار وبحضن ضم ابن النبي والده وسيد الأحرار. صاح العطش ومن العطش دلالي بي شبت نار صبت دمعته والده شيرد عليه ظل محتار وأجرى الدمع وحن الضلع ولجل ابن حيل تحسر. رد بسلام الأكبر رد ود عمه رد ود عمه ووالده وعمته العليلة ملحزان وللحومة متعني بعزم حب العقيدة وإيمان وتلقت سيوف الغدر وتلقت سيوف الغدر وآل الضلالة وسفيان ولسيوفهم أصبح طعم وتوسد على التربان لسيف الظلم أصبح طعم وجسمه يويل توذر. رد لي بسلام الأكبر أي رد لي بسلام الأكبر معا نقول إحنا يا من يجيب المضطر رد لي بسلام الأكبر. وقت مجلسها قد انتهى نتوجه كما اعتدنا كل ليلة بذكر الدعاء الشريف من سماحة الشيخ. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد. عذرا عذرا إذا انقطع الكلام فالروح يقتلها الحنين وأنا المكبل بالهوى والحب قيد لا يلين هيهات أنسى كربلاء وأنا بذكراها سجين سأظل أهتف كربلاء وأظل أهتف يا حسين في مالا.